يعني سبحان الله، هذه يعني المرة الماضية نسينا نسجل من بداية الدورة، وبرضه هسه أنت ذكرتنا، جزاك الله كل خير. طيب ما انا انا من بدايه الجلسه كتبت لك والله، لان انت كنت قافل المايك، كتبت لك لو سمحت تسجل الجلسه. والله ما انا دكتور ما بقدرش اشيك على الرسائل لانه مشغول طيب بعمليه الشرح، لكن ما في مشكله. هاي الان بلشت التسجيل، وان شاء الله طبعا يتاح لكم الجلسه بعد اللي هو رابط التسجيل ان شاء الله. يعني المرة اللي فاتت مفيش تسجيل، ما كانش مسجلة؟ لا لا، في تسجيل لكن مش من البدايه، يعني ممكن راح تقريبا ثلث ساعه من البدايه. مش مشكلة، يتحمل التسجيل والسابق لو سمحت. مشكور، ان شاء الله إن شاء الله. شكرا فندم، شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا دكتور، ممكن تعد لنا تاني جزئية إزاي أحمل الوورد في شاشة البلاك بورد نفسها بدون ما أحملها على اللاب؟ كيف يعني دكتورة قصدك في يعني حضرتك الواجب؟ قلت إن الواجب ممكن بدل ما أحمله عندي من داونلود أعرضه قدامي على الشاشة وأصحح. هو طيب. طيب بالنسبة اللي هي التصحيح، يعني الآن أنت كعضو هيئة التدريس، لما الطالب يرفع كواجب، يرفع الواجب على شكل ملف وورد، أنا الآن كمدرس وين راح لازم أروح؟ على مركز التقديرات، وأروح على الواجبات، هاي الواجبات. لما أجي هنا على الواجبات على الطالب، هذا اللي هي المحاولة رقم 1/4 في تاريخ 1/4، واضغط عليها. هذا الطالب رفع لي الواجب على شكل ملف وورد. تمام. على شكل ملف وورد. أوكي؟ فطبعا هذا الملف المرفق هنا بيبين معاي كل الـ يعني تفاصيل الواجب من الصفحة هذه. أول شيء الأشياء اللي كتبها هو التقديم. إذا كتب لي تقديم بيبين في هذا الجزء اللي أنا مظلله الآن، هاي اللي هي تقديم، يعني حتى لو كتب الإجابة هنا بيظهر في الجزء هذا، يظهر في الجزء هذا. لكن لو أرفقه كملف وورد، هاي الملف الوورد، هذا ملف الوورد، ممكن عضو هيئة التدريس عنده خيارين. الخيار الأول يعمل له داونلود على الجهاز عنده، وينزل عنده على جهاز الكمبيوتر ويستعرضه. الخيار الثاني إنه يضغط على هذا الملف ضغطة واحدة وان كليك، وبيفتح معاه بيستعرضه البرنامج، بيستعرض هذا الملف. بعد ذلك بإمكانه يضغط برضه ضغطة واحدة على القلم ويبدأ ب اللي هي عملية التقييم. بعد ما يخلص من التصحيح بيضغط على كلمة دن، و بحط الدرجة للطالب، وإذا في أي تعليق بضيفه للطالب في خانة التعليق، وبعمل بيكون في عندي هنا إرسال، بعمل إرسال. واضح؟ تمام يا دكتور، شكرا. هيا تمام الأمور؟ السلام عليكم دكتور أسامة. السلام. دكتور خليل معك من كلية الطب. حياك الله يا دكتور. الله يكرمك، بس عاوز أعرف بس حضرتك إزاي الطالب لو انتهت محاولاته ممكن يفتح محاولة جديدة؟ شكرا. مستحيل يا دكتور. إذا انتهت محاولاته مستحيل. هو دلوقتي الوقت خلص عنده، وحضرتك قلت لي إن هو الوقت خلص وعاوز يعمل محاولة كمان. يعني أنت بدك تفتح له تعطيه فرصة ثانية بعد ما انتهى الوقت؟ بالظبط كده، ازاي اعمل انا من عندي تعطيه محاولة جديدة، ولا بدك تعطيه محاولة جديدة؟ محاولة جديدة. محاولة لا جديدة. لا طيب. محاولة جديدة بالظبط. طيب شكرا دكتور. باجي على شو اسمه الان، انا كعضو هيئة التدريس باجي على الواجبات. هون هاي الواجبات، هذا الواجب اللي انا انشأته. اوكي، بدي اعمل زياده في عدد المحاولات للطلاب، فبضغط على السهم عند الواجب، بضغط على السهم وبعمل تحرير. بعمل ايش؟ تحرير للواجب. بعد ذلك بنزل الى الاسفل عند تفاصيل التقديم، بضغط على تفاصيل التقديم
وباجي عند عدد المحاولات وبخليها محاولات متعددة. والآن طيب الآن أنا إذا بدي أرفع عدد المحاولات لجميع الطلاب لكل الشعبة ما في عندي مشكلة، باجي بقول هاي 4 محاولات لكل الشعبة. طيب لو أنا بدي أعمل مثلا لطالب واحد فقط، لطالب واحد فقط، لنفترض أنه كل الشعبة رفعوا الواجب إلا من طالب أو طالبين، في هذه الحالة أنا بزيد عدد المحاولات ولكن باجي تحت هون بحدد، بقول أنه الفترة اللي يظهر فيها الواجب اليوم إحنا كم؟ 1-4، فهذا بحدد 1-4 وهنا بحدد 1-4، يعني العرض بعد 1-4، والآن الساعة 8:41 بدي أخليها الساعة كم؟ 9 مساء، هاي 9 مساء، وخليها إلى 10 أو 10:30 مساء. أوكي؟ في هذه الحالة أنا رفعت عدد المحاولات وعملت الواجب يتاح فقط من الساعة 9 للعشرة ونص، 10:30 اللي هي أوكي هذه، أو 10 مساء للعشرة مساء، وبخبر الطلاب اللي هم طالب أو طالبين يدخل في هذا الوقت الساعة 9 ويحل الواجب. طبعا الطلاب الثانيين ما بيعرفوا انه الواجب تم زيادة عدد المحاولات، لانه انت حددت هذه الزيادة ربطتها في ايش؟ في تقييد للوقت بين الساعة 9 والساعة 10 مساء. واضح؟ واضح دكتور؟ شكرا دكتور، شكرا دكتور، شكرا، حياكم. طيب في أي استفسارات قبل ما ننتقل على موضوع الاختبارات؟ استفسار دكتور، معك دكتور عبد الصمد من كلية الحاسبات، حياك الله دكتور. في حالتنا نشتعمل مجموعة من الطلاب، يعني مثلا 3 أو 4 طلاب أسمنت واحد. طيب هذه احنا كنا بنشرحها، خلينا نتكلم فيها. طيب الان لو انا بدي اعمل الواجب، هاي بدي اعمل واجب تقييمات واعمل الواجب، هذا الواجب اسميه مثلا الواجب او واجب المجموعات، واجب للمجموعات. بس قبل ما اعمل هذا الواجب ايش بيلزمني يا دكتور؟ بيلزمني اكون عملت مجموعات. هسه نشوف كيف. اذا طيب هذه واجب المجموعات، ولنفترض اني حطيت مرفق وحطيت تاريخ الاستحقاق، تاريخ الاستحقاق وعملت هون، ايش لازم اعمل؟ لازم اختار تقديم المجموعة. لما اجي اقول تقديم المجموعة، اذا ما كنت عندي مجموعات ما راح يكون في عندي اشكالية. فاذا قبل ما اعمل هذا الواجب اللي هو للمجموعات لازم اكون عامل مجموعة. هسه بنشوف كيف ممكن نعمل مجموعة على السريع، لكن انا عندي مجموعة جاهزة اللي هي ايش؟ مجموعة واحدة. ممكن يكون في عندي 5 مجموعات، بحدد المجموعة وبعمل ايش؟ بحددها وبنقلها إلى العناصر المحددة، بحدد برضو كم محاولة طبعا لحل الواجب لهذه المجموعة، محاولة واحدة أو أكثر، وبإمكاني أحدد برضو التحقق من الواجبات وجعل الواجب متاحا وبعمل إيش؟ إرسال. يجب إيش بقول لي؟ يجب تحديد القيمة النقاط إيش المحتملة في هذه الحالة، لازم احط درجه لانه الواجب بدون درجه ما لا يمكن ان يكون واجب. فاذا بضغط وبعمل ارسال.
هون انا هيك ايش عملت واجب للمجموعات، هذا الواجب واجب المجموعات مش موجه لطالب فردي وانما على شكل مجموعات. طيب خلينا نشوف كيف بيظهر هذا الواجب للطلاب. نضغط على الان، انا انتقلت الى الطالب، صفحه الطالب، باجي هنا بقول الواجبات، هذا الواجب واجب المجموعات. لما يضغط عليه بيضغط بيظهر بالشكل هذا اللي هو اخر موعد الاستلام، عدد الدرجات او اوكي، وتقديم الواجب، كتاب التقديم، نفس الشيء، نفس الخيارات الموجوده. طيب الان بامكان الطالب هذا ايش يعمل؟ يعمل رفع للواجب، طبعا هنا باسمه اللي هو ستودنت سي. لكن قبل ما يرفع الواجب في هنا بيظهر معاه، خلينا نعمل الغاء هون، هاي بدي اعمل الغاء. في عندي هون ايش؟ المجموعه الخاصه بي، بيطلع للطالب تحت قائمه المقرر بيطلع معاه ايش المجموعه اللي هو موجود فيها هذا الطالب. لما يضغط عليها هذه ايش بيطلع؟ بيطلع معاه الادوات اللي متوفره للاستخدام في هذه المجموعه. ماشي الحال؟ يعني الان لو مثلا بدي اعمل عندي الكولابوريت اللي هي جلسه، بيعمل جلسه افتراضيه مع زملائه في المجموعه، في عنده ارسال بريد الكتروني. لما يجي يعمل ارسال بريد الكتروني هذا هو وزميله اللي في المجموعه، بامكانه يختار زميله ويبعث له رساله بالايميل مباشره، وفي ارفاق ملفات. ايضا من الادوات اللي هي تبادل ملفات، بامكانه يعمل له تبادل الملفات، اضافه ملف، بيعمل اضافه ملف بسميه ايش الملف، وبيستعرض الكمبيوتر تبعه هذا الطالب وبرسله لمين؟ لزملائه في المجموعه. كمان شو في عندي؟ لوحه مناقشه، لوحات مناقشه اللي هي منتدى نقاش خاص فيه وفي زملائه. لو جينا هنا اوكي راح يكون في اوريدي في موجود منتدى باسم المجموعه، وبامكانه يدخل هو وزملائه في المجموعه ويعملوا ايش؟ نقاش، بيعملوا نقاش. نعم. برضو مجموعه الويكي والمدونه، مهام المجموعه، بامكانه برضو هنا صوت يا اخوان اوكي، مهام المجموعه بامكانهم يعملوا، الطلاب اللي موجودين في المجموعه بيعملوا انشاء مهمه. ايش اسم المهمه؟ بيكتب اسم المهمه اللي لازم يعملوها في المجموعه، وبحط وصف لهذه المهمه اوكي، ومتى لازم هذه المهمه، ايش متى لازم يتم تحقيق هذه المهمه اللي هي تاريخ الاستحقاق، نحددها إن مثلا والله لازم نشتغل على هذا المهمه هذه قبل 3 ابريل، وخيارات المهمه اللي هي هل هي الاولويه عاليه او عاديه او منخفضه اوكي. فاذا هذا كلياته الادوات، هذه الادوات بتصير متوفره لمين؟ للطلاب الموجودين في نفس المجموعه فقط. اذا كان عندي مجموعه فيها 5 اعضاء، اذا كان في عندي الان هذه المجموعه فيها طالبين، لكن انت ممكن تسوي المجموعه فيها 4 أو 5 أعضاء ويستخدموا هذه الادوات، وهي تحت ببين معاهم ايش الواجبات اللي طبعا تم اسنادها من عضو هيئه التدريس. ولما يجوا لما يعملوا الان، لنفترض اني انا دخلت على الواجب واتفقت انا مع زملائي وخلاص حددنا ايش هو الحل، وطبعا فوضنا هذا الطالب بانه ايش يقوم بعمليه رفع الواجب لعضو هيئه التدريس، فبيجي هنا بكتب نحن مجموعه كذا
مجموعه ميم واحد اوكي، وبكتب تقديم وبرفق الملفات اللي بده اياها وايش بيعمل، وبيعمل ارسال وبيطلع. طبعا هنا ايش جاري تقديم العمل، شو بقول له؟ جاري تقديم العمل لكافه المجموعه، يعني مش باسمه لحاله وانما باسم المجموعه. هل تريد المتابعه؟ بقول له ايش؟ نعم. اوكي، اذا هذا بالنسبه للي هو الواجب، رفع واجب لمجموعه من الطلاب. طب لو رجعت انا عند المدرس، لو رحت عند المدرس في هذه الحالة ورحت على مركز التقديرات، أشوف كيف ممكن يظهر الواجب للمجموعة، ونشوف الواجب اللي أضفناه كمجموعة. أوكي، هذا هو الملف. لاحظ هنا إيش صار عندي، مع انه الطالب ستودنت سي هو اللي رفع الواجب، لكن ايش جاب لي؟ جاب لي بانه الطلاب اللي في المجموعه كلهم ايش مالهم؟ كلهم طلعت عندهم هذه العلامه، على الرغم انه مين اللي رفع الواجب؟ هذا اللي رفع الواجب ستودنت سي، فجاب لي العلامه عند كل الطلاب الموجودين في الواجب. هذه العلامه ايش تعني؟ هذه العلامه، هذه العلامة لما تيجي تشوف هذه العلامات، أي علامة في مركز التقديرات، اضغط هنا عندك على وسيلة إيضاح الرمز. هذه العلامة معناها غير مشارك، غير مشارك، شايفينها؟ غير مشارك، يعني بمعنى أنه أنا الواجب اللي عملته الآن هو يخص فقط هذا الطالب وهذا الطالب، البقية غير مشاركين في هذا الواجب. طيب لو أجيت أنا الآن أعمل بدي أصحح الواجب، بضغط عليه، طبعا هذا التقديم تبعهم، لاحظ شو طلع لي هون، طلع لي قال لي هذه المجموعة أو الواجب هذا يضم مجموعة اللي هم الستودنت سي والستودنت بي، اوكي؟ طبعا إذا أنت بدك تقيم كل طالب يعني بشكل مختلف، أو بتقيم الـ يعني الطلاب كلهم بدرجة لكل المجموعة بناء على اللي هي ايش؟ بناء على الحل تبعهم. بكتب الدرجة وبكتب الملاحظات أو للطلاب، وبعمل إيش؟ وبعمل إرسال. نشوف هون إيش عمل؟ أعطى الدرجة نفسها لمين؟ للطالب سي والطالب بي، أعطاهم نفس الدرجة. واضح الدكتور اللي سأل عن المجموعات، عن موضوع المجموعات؟ واضح، هذا شكرا جزيلا، واضح جدا، حياك الله. في أي شيء على الواجبات قبل ما ننتقل على شو اسمه، على الاختبارات؟ السلام عليكم دكتور. السلام عليكم دكتور. بالنسبة للواجبات لطالب واحد لما أكون عايز أفتح له محاولات، أنت حضرتك قلت نحدد الوقت ونخبرهم به. لا هو يعني أنا كيف حكيت؟ حكيت إذا أنا بدي أرفع عدد المحاولات لجميع للجميع، وبتخبر الطالب بالوقت المتاح بدون المجموعات الأخرى. صح، صحيح. طب هو مش الأحسن الإطار المخصص بحيث إنه يكون متاح للطالب نفسه؟ كيف؟ ما فهمت. في تحرير الواجبات فيه بيبقى إصدار مخصص
ممكن ان انت بتختار اليوزر اللي هو الطالب اللي محتاج الواجب او محتاج المحاوله وبيتفتح له هو لوحده. لا، الاصدار المخصص مش هيك، مش هذا الهدف. واجب ثاني خالص. لا، الاصدار المخصص هذه، الاصدار المخصص الهدف منها انه انا ممكن اربط الواجب او اربط اي عنصر في البلاك بورد بناء على معيار معين، بناء على معيار معين. مثلا على سبيل المثال، يعني مثلا لو بدي انا، الصوت واضح يا اخوان؟ هل في مشكله بالصوت؟ الصوت عند حضرتك في مشكله. هل في مشكلة بالصوت؟ المفروض ما في مشكلة. طيب، ممتاز. الإصدار المخصص، الزملاء، بالله الزملاء اللي ما همش يتكلموا يطفي المايكرو. يا ريت والله، يا ريت. عشان ما يصير في صدى. نعم، يا ريت. الإصدار المخصص الهدف من استخدامها هي وضع معايير على بعض العناصر الموجودة في بلاك بورد. يعني مثلا على سبيل المثال، ممكن أنا أجي أقول أنه الطالب ما يفتح معاه مثلا chapter 3 أو ما يفتح معاه هذا الواجب إلا إذا حقق المعيار التالي. اوكي، يعني هي عباره عن زي اللي هي شيء مشروط، الاصدار المخصص بستخدمها مع الاشياء المشروطه، اما بتاريخ معين او يكون مثلا حصل درجه معينه. فبناء على المعيار هذا ايش بصير؟ بفتح له اما يدخل على شابتر جديد، يقدر يشوف شابتر جديد، او بفتح له واجب اخر. هذا هو الهدف من إصدار مخصص. طيب لو سمحت بعد إذنك يا باشمهندس، إزاي أنشئ مجموعة عشان أخصص لها بعد كده الواجب من الأول؟ ممتاز، ممتاز. الآن إحنا حكينا عن واجب المجموعة، لكن ما حكينا كيف ممكن ننشئ المجموعات. في عندي أنا الجروبس أو المجموعات الموجودة في قائمة المقرر. أي مقرر إذا ما كانت موجودة هذه القائمة اللي هي المجموعات موجودة تحت، في موجودة في شيء اسمه المستخدمون والمجموعات، المستخدمون والمجموعات من تحت فيها القائمة المجموعات وفيها المستخدمون. بضغط على المجموعات. أوكي، هنا عندي إيش؟ عندي طبعا في عندي مجموعه واحد اوريدي تم انشائها، في عندي استيراد، في عندي انشاء. الانشاء في عندي نوعين، في اني انشئ مجموعه واحده او ايش انشئ وحده مجموعات، يعني عده مجموعات في آن واحد. وفي عندي نوعين خلال المجموعه، اما بعمل تسجيل ذاتي ان الطالب هو يختار المجموعه اللي بده يسجل فيها، او بعمل تسجيل اسمه تسجيل يدوي. تسجيل يدوي، التسجيل اليدوي اللي هو ايش؟ اللي هو المدرس بحدد. زي الان انا بدي استخدم تسجيل يدوي، سميها مثلا المجموعه الثانيه، هاي المجموعه الثانيه، وبكتب الوصف، وصف هذه المجموعه. اوكي، بعد ذلك المجموعه بسالني ظاهره للطلاب، نعم خليها ظاهره للطلاب. ايش الادوات اللي انت حابب يستخدموها بين بعضهم هاي المجموعة؟ البريد والمدونات، اليوميات، تبادل الملفات، لوحة المناقشة، المهام، الكولابوريت ألترا، المواقع، كلها هذه بتخليها مستخدمة. وبعد ذلك في عندي العضوية، تحت العضوية في عندي إضافة مستخدمين، بضغط على إضافة مستخدمين، بيطلع لي مين؟ بيطلع لي جميع الطلاب اللي في الشعبة. بيطلع لي جميع الطلاب في الشعبة، بحدد، بقول مثلا هذا الطالب
والطالب هذا مثلا اوكي وبعمل ايش؟ ارسال، حددت المجموعه هاي مين فيها، وبعد ذلك بعمل ايش؟ ارسال. هاي صار في عندي مجموعه ثانيه اضم برضه كمان طالبين. طيب في اي اسئله على الواجبات قبل ما ننتقل على الاختبارات؟ لو سمحت يا دكتور، بالنسبه لعرض التقديرات، عرض التقديرات ممكن يعني احط الدرجه للطالب وما هو ما يشوفهاش؟ هو لا بشوفها، هو الوضع الافتراضي انه يشوفها، الوضع الافتراضي انه يشوفها. زي ما حكينا في عنده رابط الطالب، الطالب في عنده رابط اسمه درجاتي او ماي جريدز، بمجرد انه المدرس يحط الدرجه بامكان الطالب انه يعرف درجته في الواجب. تمام، شكرا. طيب ننتقل للاختبارات. دكتور دير بالك ممكن الباتري يفصل معك. لا ما في مشكلة، شايفها ما في مشكلة، شكرا لك دكتور، تسلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عفوا يا دكتور، دكتور أسامة، إذا أرسل لي الطلاب عن طريق الإيميل مثلا، هل بالإمكان وضع التقييمات لهم في البلاك بورد؟ دكتور حبيبي معك. حياك الله دكتور. دكتور يعني أنت بتكون فقدت، بس إذا بالإيميل يعني إحنا حكينا عن دورة كاملة للواجبات، يعني الدورة تبدأ بعدة، في عندي عدة مراحل، فأنا إذا بدي أروح أستخدم الإيميل أو الواتساب معناها صار في جزء مفقود في الـ في الـ في السايكل هذه. ف مثلا تفضل. نعم قصدت نعم تفضل دكتور. الواجب دكتور احنا يعني زي ما حكينا عندنا البلاك بورد، طبعا ميزه البلاك بورد يا اخوان نعم. انه انا عندي المقررات موجوده جاهزه جاي من نظام البنا، وفيها كل الطلاب المسجلين، الطلاب المسجلين، وفيها عضو هيئة التدريس اللي بسجل في اللي بدرس المادة هذه، والأدوات هذه اللي هي الواجبات والاختبارات والكولابوريت كلها هذه بتسهل علي التواصل مع الطلاب. أنا لما بدي أطلع إلى بريد إلكتروني خارج هذا يعني بكون، لأنه الواجب يعني إحنا زي ما حكينا حتى بإمكانك أنت تكتب التعليق للطالب، وبإمكان الطالب يشوف مباشرة يشوف الدرجة، يعني ما في داعي إنه أنت تروح تعمل أي جهد إضافي مشان يشوف الدرجة، وبإمكانه يشوف حتى التصحيح زي ما شفنا كيف يشوف التصحيح، هذا الجزء عنده صح هذا الجزء عنده خطأ، ويشوف التعليقات ويرد لك برضه من خلال البلاك بورد. فالعملية كلياتها متكاملة، اذا انت بدك تنتقل الى الايميل معناها بصير في صعوبه في، يعني ببطل انه اسمنا استخدمنا الواجبات في البلاك بورد. شكرا اكثر، حياك الله. طيب ننتقل الان الى الاختبارات. طبعا انا في عندي برضو اللي هي في عندي طبعا لسه برضو الروبريكس هي مرتبطة بالوقت ومرتبطة في بعض أنواع من الأسئلة رح نجيها إن شاء الله، وفي عندنا البورتفوليو رح نجيها، لكن الآن نتكلم عن اللي هي إيش الاختبارات.
طبعا السيف اساينمنت اللي هي تكلمنا عنها موجوده في الواجبات. هذه السيف اساينمنت اللي هي للتحقق من احتماليه وجود انتحال في الواجبات المرسله. طبعا زي ما حكينا يتم مقارنه الواجبات المقدمه بمجموعه من الابحاث الاكاديميه، وذلك للتعرف على مناطق التطابق بين الواجب المقدم والابحاث الموجوده. هذه اللي استخدمناها اثناء الواجبات. نيجي على الاختبارات تيست، نشوف كيف دوره الحياه للاختبار، دوره حياه الاختبار. في عندنا 5 مراحل. المرحلة الأولى عندي إنه المعلم ينشئ الاختبار والأسئلة. المعلم ينشئ الاختبار والأسئلة، هذا الجزء الأول. من وين بنشئها؟ ينشئها من أداة الاختبار، من أداة الاختبار. بنشوف من وين أداة الاختبار. بعد ذلك العرض، العرض اللي هو المعلم يعرض الاختبار ويحدد خيارات الاختبار، يعرض الاختبار ويحدد خيارات الاختبار. وين بيكون؟ في منطقة المحتوى، منطقة المحتوى. طيب بعد ذلك الطالب، بيجي دور الطالب، يأخذ الطالب الاختبار ثم يستعرض النتائج. يأخذ الطالب الاختبار ويستعرض النتائج، بتكون هي وين؟ في منطقة المحتوى. بعد ذلك برجع دور المدرس في مركز التقديرات. المعلم يقدر الاختبار ويزود الطالب بمين؟ بالملاحظات، بالملاحظات. لأنه في بعض الأسئلة تحتاج إلى تقييم أو تقدير من عضو هيئة التدريس. آخر شيء استعراض، يستعرض الطالب درجاته وملاحظاته من التقديرات، او بامكانه انها اللي هي من اللي هي اداه اللي هو رابط درجاتي او اللي هي ماي جريدز المرتبطه مع التقديرات. طيب طبعا هذه اللي هي الاداه اللي لازم ينشئ منها المدرس الاختبار، موجودة في أدوات المقرر الدراسي، موجودة في الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة، ومنروح على أداة الاختبارات. من هنا هذا المكان الصحيح لإنشاء أي اختبار، هذه أداة الاختبارات. طبعا بفتح معاه شيء اسمه لوحة الاختبار، لوحة الاختبار أو الكانفاس، وتتكون من 3 يعني قوائم. قائمة إنشاء سؤال، وهذه اللي هي موضوع حديثنا اليوم، إنشاء سؤال. في عندي مجموعة من الأسئلة، في عندي إعادة استخدام سؤال. إعادة استخدام سؤال اللي هي بستخدمها في حالة إيش؟ في حالة بنك الأسئلة، في بنك الأسئلة لما يكون أنا في عندي بنك للأسئلة. هذه إعادة استخدام سؤال. تحميل أسئلة، هذه إلها طريقة خاصة، بحيث أنه بدل ما أرفع أنا سؤال، في بإمكاني أني أعمل عن طريق ملف الإكسل أو عن طريق ملف نصي، بحط فيه 10 أسئلة بطريقة معينة إلهم تنسيق محدد، وبرفعهم مرة واحدة، دفعة واحدة، على وين؟ على النظام. إلها طريقة خاصة، ليست هي طبعا موضوع حديثنا اليوم. إحنا اليوم راح نتعرف على الأسئلة الموجودة في البلاك بورد. أنواع الأسئلة في البلاك بورد، عندي نوعين من الأسئلة. في عندي النوع الأول اللي هو الأسئلة الأساسية، وهي الصواب والخطأ true or false، متعدد الخيارات اللي هو MCQ، وعندي متعدد الإجابات، وعندي الترتيب order،
والمطابقة ماتشنج، وأكمل ما يلي في الاندبلاك والمقال الاسئلة. هذول الأسئلة الأساسية. الأسئلة المتقدمة عندي الصيغة المحسوبة، الصيغة المحسوبة أو المعادلة الحسابية، سؤال يجاب عليه برقم، أي سؤال جوابه رقم بإمكاني أن أستخدم هذا النوع من الأسئلة. وعندي نوع من الأسئلة اللي هو إما أو، إما أو، وهو مشابه للصواب والخطأ. وعندي أسئلة استكمال الجمل، استكمال الجمل اللي هو أو اسمه ممكن يكون القائمة المنسدلة، قائمة المنسدلة. وفي عندي أكمل ما يلي من فراغات متعددة، أكمل ما يلي من فراغات متعددة. وعندي النقطة الفعالة، نقطة فعالة. وفي عندي الجمل المختلطة، أوكي. وفي عندي قياس الرأي أو قياس لايكرت، وهذا يعني يصلح للاستبيانات أكثر من الاختبارات. عندي نوع اللي هو الكويز باول، وكويز باول اللي هي معناها أنه أنا بعطي الطالب إجابة، بعطي الطالب، وهو مطلوب أنه إيش يبني السؤال بطريقة صحيحة، بعطيه إجابة والطالب لازم يقوم ببناء السؤال بطريقة سليمة وصحيحة مشان يأخذ الدرجة. وعندي إجابة مختصرة، إجابة مختصرة. إذن هذه الأنواع الأسئلة الموجودة عندي في البلاك بورد راح نتعرف عليها إن شاء الله واحد واحد الآن بالتفصيل. في عندي نوعين أسئلة، نوعين من الأسئلة لا يمكن تصحيحها بشكل أوتوماتيك، لا يمكن تصحيحها بشكل أوتوماتيك، ويحتاج أن المدرس يصححها مانيوال بشكل يدوي. يعني لا يمكن إعطاء الدرجة بشكل فوري من قبل النظام. هذه الأسئلة هي عندي السؤال المقالي، مقال، والسؤال إجابة مختصرة. هذول النوعين من الأسئلة يجب على عضو هيئة التدريس تصحيحهم بشكل يدوي أو باستخدام زي ما راح نشوف باستخدام الروبريك أو اللي هي القاعدة، قواعد التقدير. أما أنه يصحح تلقائيا ما يصحح، لا يصحح. طيب إذن هذه الأنواع الأسئلة. الآن راح نشوف كيف إنشاء هذه الأسئلة بالتفصيل. طيب إذن ننتقل إلى النظام. اوكي، هذه الان انا على نظام بلاك بورد، موجود الان على نظام بلاك بورد. اوكي، راح اختار مقرر من المقررات الدراسيه. طبعا تحت في اداره المقررات الدراسيه اداه الاختبارات موجوده في ادوات المقرر الدراسي، في ادوات المقرر الدراسي. لما اضغط عليها في عندي في ادوات مقرر الاختبارات والاستطلاعات ومخازن الأسئلة. لما أضغط عليها في عندي ثلاث خيارات: الاختبارات، الاستطلاعات، مخازن الأسئلة. طبعا الاختبارات ومخازن الأسئلة كأداة على البلاك بورد تقريبا نفس الشبه، في شبه كبير بين الاختبارات وبين مخازن الأسئلة. لكن إيش الفرق بينهم؟ الفرق إنه الاختبار أنا لما بدي أعمل
اختبار في أداة الاختبارات، هذا الاختبار بإمكاني إنه أفعله مباشرة، أو يعني لو مثلا عندي اختبار فيه 10 أسئلة بحط 10 أسئلة وبعدين مباشرة برفعها للطلاب كما هي 10 أسئلة. بالنسبة للمخزن لا، المخزن بحط فيه بدل ما أحط 10 أسئلة بحط 100 سؤال في المخزن، ما بقدر أنا أرفع 100 سؤال هذه كلها للطالب، ولكن بختار منها إيش؟ اختيار من هذا المخزن، قد أختار 10 أسئلة ولكن بصير في عندي مجال واسع لاختيار أسئلة مختلفة، أو يعني تطبيق نماذج مختلفة من الإيش؟ من الاختبار. فطبعاً لما أنا بدي أستخدم مخازن الأسئلة مباشرة راح أستخدم معها إعادة استخدام سؤال، بستخدم إعادة استخدام سؤال مرتبطات مع بعض البعض. الاختبار خلينا احنا راح نحكي لكم عن الاختبارات، هاي الاختبارات. في عندي هذا الاختبار، الاختبار هذا اوكي. طبعا عملية انشاء اختبار، انشاء اختبار بضغط على انشاء اختبار، بحط اسم الاختبار، اسم الاختبار هذا الاسم، حط الوصف يعني مثلا يغطي الفصل الأول والثاني مثلا اوكي، وبحط إرشادات، عدد الفقرات للاختبار 10 فقرات، مدة الاختبار إلى آخره، بحط الإرشادات والجايد لاينز وبعمل إيش؟ بعمل إرسال. لما أعمل إرسال بيجي معاي إيش؟ تطلع معاي الصفحة التالية. تطلع معاي هاي الصفحة اللي هي بيسموها لوحة الاختبار، لوحة الاختبار. من هنا في عندي إنشاء سؤال، وهذه الأسئلة كلها موجودة، إنشاء سؤال عندي 17 نوع من الأسئلة أوكي. والآن راح نبدأ في تفصيل أو شرح كل نوع من هذه الأسئلة. خلينا نبدأ. أول نوع اللي هو النوع الأول إجابة مختصرة، إجابة نوع إجابة مختصرة. طبعا هذا السؤال لما أنا أضغط عليه وأختاره زي هذا السؤال، اذكر ما هي أعراض فيروس كورونا. هذا سؤال من الأسئلة مختصرة الإجابة، ممكن إنه الطالب يحتاج كم سطر للإجابة على هذا السؤال. يعني أنا بكون مقدر كعضو هيئة التدريس إنه هذا السؤال مثلا 3 أسطر أو سطرين أو 4 أو 5، معاي من كم؟ معاي هيدا هنا كتبت نص السؤال، هذا نص السؤال أوكي. تحت بتسألني بقول لك قم بتعيين عدد الصفوف التي سيتم عرضها في حقل الإجابة. كم عدد الصفوف في معاك من 1 إلى 6؟ إذا بناء على تقدير المدرس كم سطر يسمح للطالب، سطر 1 أو 2 أو 3 بحدد كم. طبعا سطر كامل يعني اللي هو كامل سطرين، ف بناء على إجابة هذا السؤال اوكي. طبعا هذا النوع من الأسئلة زي ما حكينا لا يمكن تصحيحه بشكل تلقائي، لذلك راح نلاقي فيه ايش بإمكاننا نعمل إضافة قاعدة على هذا السؤال إذا حبيت اوكي. راح نحكي عن هذه القاعدة إن شاء الله بعد وقت قليل. طيب بعد ذلك في عندي كل الأسئلة اللي في البلاك بورد موجود فيها هذا الجزء اللي هو الفئات والكلمات الأساسية، فئات والكلمات الأساسية. وهذه بتفيدني متى؟ بتفيدني لما بدي أنشئ
مخزن أو بنك من الأسئلة. لما بدي أعمل بنك للأسئلة زي مثلا إيش، خلينا نكتب الآن الفئات. الفئات اللي هي ممكن أنا أصنفها اللي هي الفصول، الفصول. فبقول هذا السؤال من أي فصل؟ من الفصل الثالث. هذا السؤال من الفصل الثالث. من أي موضوع؟ بحط من موضوع كذا. صعوبة، صعوبة هذا السؤال وسط مثلا، صعب سهل، كلمات أساسية. أوكي، إذا حددت أنا إنه هذا السؤال من الفصل الثالث مستوى الصعوبة وسط، لا هو سهل ولا هو مثلا صعب، والكلمات الأساسية. إذا أنا بنيت المخزن تبعي بالطريقة هذه بالشكل هذا، يسهل علي لما آجي أنشئ اختبار مستقبلا، يسهل علي إيش يعني تحديد أو إحضار أي نوع من الأسئلة. يعني أو مثلا لو بدي أسئلة الفصل الأول، بقول له طلع لي الأسئلة الفصل الأول، بجيب لي إياها. إذا أنا عندي مخزن فيه 100 سؤال، بطلع لي بس أسئلة الفصل الأول. إذا بدي أسئلة السهلة أو الوسط، بطلع لي الأسئلة الوسط. إذا هذه معايير، هذه الفئات والكلمات الأساسية هي عبارة عن معايير ممكن استخدامها لإيش؟ عملية إحضار الأسئلة أو اللي هي طلب الأسئلة من مخزن الأسئلة. أوكي، إذا هذه هي وظيفة الفئات والكلمات الأساسية في واستخدامها مع المخازن الأسئلة. بعد ذلك طبعا في إذا أي ملاحظات للمعلم اكتبها الملاحظات، هذه الملاحظات فقط للمعلم. بعد ذلك إيش بعمل؟ إرسال. هذا نوع الأول اللي هو إجابة مختصرة، إجابة مختصرة يصحح بشكل يدوي. النوع الثاني من الأسئلة اللي هو أكمل الفراغ، أكمل الفراغ تحرير، بختار سؤال ملء الفراغات أو أكمل الفراغ. مثلا عندي السؤال هذا، أكمل ما يلي: عاصمة بلجيكا هي. أوكي، بسألني كم عدد الإجابات، الإجابة هي إجابة واحدة. أوكي، هاي الإجابة بتقدر تختار إذا كان عندك أكثر من إجابة، لكن عندي إجابة واحدة اللي هي بروكسل. هنا طبعا في أكمل الفراغ، أيوة، في عندي أنا نقطة، في عندي ملاحظة. الملاحظة هذه إيش هي؟ إنه الطالب راح يكتب الجواب كتابة، راح يكتب كتابة، مش راح يختار اختيار. في هذه الحالة الطالب لازم إيش؟ يكتب نفس الجواب اللي متوقع أو الإجابة الصحيحة، يعني لازم يكتب الإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة في هذه الحالة أنا حاطط إنها إيش؟ بروكسل مثلا. طيب ممكن طالب يكتبها مثلا بالياء، ممكن. أوكي، فلذلك أنا في عندي الإجابة، في عندي ثلاث خيارات اللي هي يتضمن، يعني إنه الكتابة هذه الإجابة contains أو يتضمن، أو تطابق تام. تطابق تام يعني لازم يجيبها بالملي نفس هذه الكلمة، أو مطابقة النمط. مطابقة النمط، في حالة مطابقة النمط، إذا اخترت مطابقة النمط بضغط على نمط التحقق. أوكي، وهنا باجي بكتب إيش ممكن الطالب يكتبها. ممكن يكتبها مثلا بالشكل هذا. أوكي، فأنا حطيت إيش اللي هو الخيارات اللي ممكن الطالب يكتبها كإجابة حتى ما تروح عليه الدرجة. أوكي، إذا هو السؤال هذا في نوع من لذلك أنا يعني استخدام هذا النوع من الأسئلة، أنا بقول ممكن يتم استخدامه فقط مع المصطلحات. مصطلحات يعني اللي
اللي لا يمكن السماح للطالب انه يخطا فيها في حتى في الاملاء تبعها، حتى السنتكس او الاملاء تبعها. اذا هذا اللي هو الاكمل الفراغ، حطيت الاجابه. بعد ذلك في عندي الملاحظات، هاي الملاحظات برضو موجوده في اغلب الاسئله، انه لو الطالب اجاب على هذا السؤال بشكل صحيح ايش العباره اللي بدك تكتب له اياها او تعطيه اياها. احسنت او بارك الله فيك. في حال انه اجاب على هذا السؤال بشكل خاطئ، ايش العباره اللي بدك تعطيها او الملاحظه او الهند، ممكن اقول له راجع ايش الفصل الثالث. ويعني وبعطيه او بعطيه فقره الى اخره. هذا طبعا هذه الملاحظات متى تظهر للطالب؟ تظهر بعد ما يخلص الاختبار وتطلع درجته. وهذه الملاحظات اختيارية، يعني ممكن المدرس يفعلها وممكن انه ما يفعلها بناء على طبعا المدرس. هذا نوع اللي هو اكمل الفراغ. النوع الثاني اللي هو اما او، اما او، هذا النوع شبيه بالترو اور فولس، الصواب والخطأ، شبيه في الترو اور فولس. زي هذا السؤال، تم اكتشاف فيروسات كورونا في عقد 1960، اتجاه الإجابة أفقي أو عمودي. أوكي، الاختيارات الإجابة في عندي، في اختيارات الإجابة في عندي ثلاث أزواج، اللي هي نعم أو لا، أو أوافق أو أختلف، أو صواب أو خطأ. تختار أنت كمدرس إيش الأفضل للإجابة على هذا السؤال. اوكي، وبتحدد بعد ذلك الاجابه الصحيحه. اوكي، وبعد ذلك طبعا الملاحظات، في حاله ملاحظات صحيح او ملاحظات رد خاطئ، والفئات والكلمات الاساسيه وملاحظات المعلم، وبعمل ايش ارسال شبيه بالترو اور فولس. طيب السؤال اللي بعده، هذا استكمال الجمل، استكمال الجمل، استكمال الجمل. نشوف كيف هذا طريقة استكمال الجمل. سؤال أو اللي هو اسمه الاختيار من قائمة منسدلة. الاختيار من قائمة منسجلة أو استكمال الجمل. في هذا السؤال راح أستخدم شيء اسمه المتغيرات. حدد عاصمة كل دولة من الآتي. أوكي، في عندي اللي هي عاصمة السؤال وعاصمة زيمبابوي وعاصمة إيش ماليزيا. بعد ما كتبت السؤال أو العاصمة بدي يكتب إيش طبعا بدي يطلع لي العاصمة، فحطيت متغير. هذا المتغير لازم أفتح اللي هي بسموها البراكتس هذه، كي وأحط إكس. طبعا هذا عمل المدرس، بحط إكس متغير إكس عاصمة زيمبابوي المتغير بالطريقة هذه، لازم يكون بالطريقة هاي. عاصمة ماليزيا بحط إيش زد. طيب بما أنه في ثلاث أسئلة في هذا السؤال دفعة واحدة، ممكن أعمل خيار السماح بمنح جزء من إيش من الدرجة. ممكن يجاوب على واحد واثنين خطأ، أو اثنين صح واحد، وهكذا. فإذا بحط خيار السماح بمنح جزء من الدرجة. طيب بعد ذلك عدد الإجابات، عدد الإجابات. احنا كتبنا الأسئلة، الآن عدد الإجابات. حطيت أنا خمس إجابات، ليش؟ مشان يصير في نوع من الصعوبة في السؤال. حطيت ثلاثة صحيحة، ثلاث إجابات صحيحة، وحطيت إجابتين خطأ، إجابتين خطأ. فحطيت الإجابة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. بعد ذلك بعد ما احط الاجابات كلها بعمل التالي،
اوكي بيسالني الان بدك تحدد الاجابات الصحيحه. عاصمه الصومال اوكي اللي هي مقديشو، عاصمه زيمبابوي اللي هي هراري، وعاصمه ماليزيا اللي هي كوالالمبور. هاي لازم تحددها مشان نصحح النظام، يبدا النظام يصحح بناء على هذه الاجابات، بناء على هذه الاجابات. بعد ذلك الملاحظات، تكتب الملاحظات وهذه بشكل اختياري، ملاحظات صحيح، ملاحظات رد خاطئ، والفئات والكلمات الاساسيه وملاحظات المعلم، وبعد ذلك بعمل ايش؟ ارسال. اذا هذا نوع ايش اسمه؟ النوع هذا اسمه استكمال الجمل، استكمال الجمل او القائمه المنسدله. طبعا بعد ما نخلص الاسئله نشوف، راح نروح كطالب على صفحه الطالب ونشوف كيف الاسئله هذه راح تظهر للطالب وكيف راح يتعامل معها. استكمال الجمل. بعد ذلك في عندي تحميل ملف، تحميل ملف، ابلود فايل. طيب هذا النوع اللي هو اسمه تحميل ملف او سؤال يستلزم تحميل ملف، سؤال يستلزم تحميل ملف، يعني الطالب لازم يرد بملف مرفق، لازم يرد بملف مرفق، ما في عنده خيار، راح تشوفه ما في عنده خيار يكتب كتابة، لازم إرفاق ملف. فمثلا على سبيل المثال أي نوع نموذج، قم بإيداع ملف وورد إكسل أو بي دي أف يحتوي على البيانات التالية: الاسم، التخصص إلى آخره. البيانات هاي للطالب لازم يحطها على ملف ويرفق لي إياها بالأثناء الاختبار. لاحظوا هذا السؤال، هذا النوع الثاني من الأسئلة اللي يرتبط بإيش؟ بقاعدة، يمكن ربطه بالقاعدة. السؤال اللي قبله مر معنا هو تبع الإجابة المختصرة، والسؤال هذا اللي هو ملف أن يقوم الطالب برفع ملف إرفاق ملف. إذا هذا النوع من الأسئلة برضه يمكن ربطه بقاعدة تقديم. طيب بعد ذلك الفئات والكلمات الأساسية والملاحظات، وبعمل إيش؟ بعمل إرسال. ممتاز ممتاز. الآن نيجي الآن على السؤال اللي بعده، ترتيب. سؤال الترتيب، سؤال ترتيب، رتب الفقرات التالية: الدعوة الجهرية والبعثة النبوية والعقبة الثانية، الدعوة السرية حسب تسلسلها التاريخي. أوكي، ترقيم الإجابات، في عندنا اللي هي الأرقام العادية أو الرومانية أو الأحرف الكبيرة أو الأحرف إيش الصغيرة، وفي عندي السماح بمنح جزء من الدرجة لأنه ممكن يخفي الترتيب، ما يجيب الترتيب كله بشكل صحيح. عدد الإجابات بحدد عندي 4 5 6، كم واحدة أنا بدي أرتبهم. بعد ذلك إيش بعمل؟ بكتب الإجابة الأولى. أوكي، هاي الإجابة الأولى، بكتب ايش الخيار. بعد ذلك بعمل الإجابة الثانية. اوكي، والإجابة الثالثة والإجابة رقم 4. اذا حددت الإجابات، الاشياء اللي لازم يعملها ترتيب. بعد ذلك بعمل التالي، بيظهر معي بالشكل التالي. هذا اللي على اليمين الترتيب الصحيح، الترتيب الصحيح. وهنا هذا بإمكانك أنت تبدأ الآن تغير، بإمكانك تبدأ تغير أنت كيف بده يظهر للطالب، تصير تغير زي ما بدك.
اللي هي تعمل يعني ترتيب عشوائي مشان طالب مطلوب منه انه ايش يعمل، يعمل ترتيب بالشكل الصحيح حسب اللي هو العمود الاول او العمود الايمن. اوكي، اذا هذا اللي هو الترتيب. اللي على اليمين هو ترتيب صحيح، واللي على اليسار هو الترتيب اللي راح يظهر للطالب. لذلك انت بامكانك تعمل التعديلات اللي بدك اياها. بعد ذلك نيجي على الملاحظات والفئات والكلمات الاساسيه، وبعمل ايش؟ ارسال. بعد الترتيب عندي سؤال ترتيب اخذنا. طيب نيجي على اللي هو اجابه رقميه حسابيه، اجابه رقميه حسابيه او سؤال يستلزم الاجابه برقم، سؤال يستلزم الاجابه برقم. وهذا النوع من الاسئله ممكن انت افتح يعني العنان، اي سؤال كانت تحط سؤال رياضيات، سؤال كيمياء، سؤال اي نوع من الاسئله جوابها رقم، اي سؤال جوابه رقم. فنختار اي سؤال. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول عام اي سنه ميلادي؟ طبعا 571 هذه الاجابه الصحيحه. وبرضو الفئات والملاحظات، وبعمل ايش بعد ذلك؟ بعمل ارسال. اذا هذا السؤال اللي هو اجابه رقميه حسابيه، اجابه رقميه حسابيه. الطالب لازم يكتب 571 او اللي هو الرقم الصحيح. اذا ما كتب هذا الرقم راح ياخذ صفر في هذا الايش السؤال. الصواب والخطا يعني غني عن التعريف. اوكي، بكتب السؤال وبختار اما صواب واما خطا، يعني لازم تحدد الاجابه، لازم المدرس يحدد هل الجواب صح او خطا. اوكي، والقياس الراي المتدرج هذا يعني انا بشوف انه يمكن استخدامه مع اللي هي الاستبيان او الاستطلاع. يوفر نظام إدارة التعليم عدد لا بأس به من وسائل التقييم. اوكي، ترقيم الإجابة، اتجاه الإجابة، السماح بمنح جزء من الدرجة. في عندي إظهار الإجابات بشكل عشوائي او ترتيب عشوائي. اوكي، طبعا هذه الإجابات وافق بشدة، وهذا يعني اتوقع انه مع الاستبيانات يمكن هذا النوع من الأسئلة. في عندي استطلاع، أنا في عندي ترى موجود يعني في زي ما في عندي اختبار، في عندي شيء اسمه استبيان سيرفي موجود هنا. هذا في أجيكم إياه. يعني أنا الآن إذا أي عضو هيئة التدريس بده يستخدم الاستبيان أو الاستطلاع مع طلابه موجود، يختار المقرر اللي بده إياه. بعد ما يختار المقرر في عندك مثلا بالاختبارات أو يعمل رابط اسمه الاستطلاعات. هاي في خلينا نروح على الاختبارات. في عندي التقييمات، في عندي استطلاع. الاستطلاع نفس طريقة الاختبار، ولكن الهدف منه طبعا اللي هو يعني قياس رضا الطلاب، أو اللي هو يعني جمع معلومات من الطلاب، وليس بهدف يعني وضع درجة للطالب، وإنما فقط لي يعني تحصيل المعلومات من الطلاب. وطريقته بيظهر زي الاختبار، يظهر زي الاختبار، بيدخل الطالب وبيحل مجموعة من الأسئلة وفيها أوافق لا أوافق معارض إلى آخره موجود. طيب
هذا اللي هو قياس رأي متدرج أو مقياس بعد ذلك في عندي المطابقة، أسئلة المطابقة ماتشنج. في أسئلة الماتشنج أو التوصيل عندي بكتب السؤال في النص، قم بتوصيل الفقرات في العمود الأول مع ما يناسبها العمود الثاني. برضو في عندي السماح بمنح جزء من الدرجة، وعندي بإمكاني أعمل ترقيم للإجابات. هنا السؤال هذا أو المطابقة بيجيب لي، بتحدد طبعا كم نوع بدك، في كم سؤال بدك في المطابقة، تحدد بدك 4 أو 5 أو 6 زي ما بدك، وبيجيب لك كل زوج مع بعض، زوج إيش اللي هو زوج الإجابات والأسئلة. يعني أنت في هذا النوع من الأسئلة لازم تحط السؤال وتحط إجابته. السؤال وين بحطه؟ هاي السؤال، هذا السؤال أنزل الله في شأنه سورة المسد، هاي السؤال. طيب الإجابة بتكون تحت هون اللي هو أبو لهب. أوكي، إذا هاي طريقة إنشاء اللي هو المطابقة أو التطابق أو التوصيل. بحط في الزوج الأول، هذا الزوج الأول زوج الإجابات الأسئلة رقم 1، عندي السؤال وعندي الإجابة. السؤال حطيته، هاي السؤال، بعد ذلك إيش بعمل؟ بحط الإجابة، هاي الإجابة. طيب الآن في عندي تحت منح جزء من الدرجة، منح جزء من الدرجة، لأن في عندي أربع إجابات. أوكي، لما قسمها بطلع جزء من الدرجة كم بطلع على كل سؤال؟ بطلع 25% من قيمة الدرجة. لذلك هنا بحط 25%. طيب سؤال الزوج الثاني، بحط السؤال لقي أشد التعذيب والإجابة اللي هي إيش؟ بلال بن رباح. الزوج الثالث، أوكي، بحط السؤال، بحط إيش الإجابة. السؤال أو الرابع، الزوج الرابع، بحط ظل يدافع عن النبي اللي هو السؤال، وبحط الإجابة اللي هي إيش أبو طالب. أوكي، طيب هل انتهى الموضوع؟ لا، لسه في عندي إيش بعد ما أخلص من الإجابات والأسئلة، في عندي خيار إيش هو هنا، إضافة، بحط عليها صح، إضافة اختيارات إجابة غير متطابقة. أنا عندي 4 أسئلة، ال4 أسئلة بدهم 4 أجوبة، لكن أنا ممكن أضيف الأجوبة إلى 6، حصير فيه شوية إيش تحدي وصعوبة في السؤال. فإذا بضيف كمان خيارين أو 3 زي ما بدي، بحدد عدد غير متطابق، إجابات غير متطابقة، وبقول بضيف مثلا صفوان بن أمية، وبضيف مين؟ عبد المطلب. بعد ذلك بسألني هل تريد ترتيب الإجابة الإجابات بشكل عشوائي من خلال النظام ولا بشكل يدوي؟ أوكي، في هذه الحالة أنت بدك تقعد ترتب فيهم بشكل يدوي، لكن أنا ممكن أسهل وأعمل إيش، أخليها عشوائية من خلال النظام. بعدين باجي على الملاحظات والفئات وبعمل إيش إرسال. السؤال اللي بعده، توصيل المقال، سؤال المقال الإسي، مثلا هذا السؤال، وضح مفهوم الإدارة من وجهة
نظر بيتر دريكر؟ هذا السؤال مقالي مثلا يحتاج الى اجابه سطحه مثلا او اللي هو، فهذه الاجابه طبعا اوكي. فالاجابه طبعا هنا يعني ادخل مثالا على الاجابه الصحيحه، ليس بالضروره انك تحط الاجابه ولكن لو حطيتها ما يخالف. فاذا هنا تكتب السؤال فوق في نص السؤال، وبكتب الاجابه اذا حبيت او النموذجيه بحطها في الاجابه طبعا اختياريه، يعني لو ما حطيت الاجابه برضو ما راح يعترض عليك. هذا السؤال من او هذا النوع من الاسئله برضو مرتبط بايش؟ بالقواعد. بامكاني اني اربط هذا السؤال بالقواعد. صار كم سؤال عندنا مرتبط بالقواعد؟ اللي هو المقال السي والاجابه المختصره والاسئله التي ايش يستلزم فيها الطالب رفع ملف. هاي ثلاث انواع من الاسئله بالاضافه لمين؟ بالاضافه للواجبات. بعد ذلك بحدد الفئات والكلمات الاساسيه والملاحظات وبعمل ايش؟ السؤال اللي بعده النقطة الفعالة. نقطة فعالة، هذا النوع من الأسئلة النقطة الفعالة يتيح لهيئة هيئة التدريس بإيش؟ سؤال يستلزم تحديد موضع. سؤال يستلزم تحديد موضع، ممكن تبعون الكيمياء والطب أو يعني الحاسب الآلي التمريض، هذول كلهم ممكن يستفيدوا من هذا النوع من الأسئلة أو حتى التخصصات كثيرة. بتجيب صورة وتسأل أو تطلب من الطالب يحدد موضع معين أو محدد، مثلا زي هذا، حدد موقع جمهورية جيبوتي على الخارطة المرفقة وارفق له الصورة، برفق الصورة اوكي. بعد ذلك اذا لازم اضغط على استعراض جهاز الكمبيوتر واحدد الصورة اللي الطالب يحدد عليها الموضع، وبعد ذلك اضغط على التالي اوكي. هون مثلا بقول له ايش؟ حدد ايش؟ اللي هي مثلا دولة جيبوتي اوكي. هاي الاحداثيات، احداثيات على الصورة، والطالب لازم ايش؟ يحدد هذه المنطقة للإجابة او ل يعني اخذ الدرجة الصحيحة على هذا السؤال. طبعا في عندك مسح في حالة انت حبيت ايش؟ تغير مرة ثانية الاحداثيات، بإمكانك تغير الإحداثيات ويمدد. بعد ذلك بعمل إرسال بعد ما حددت أنت المنطقة الصحيحة. أوكي. السؤال اللي بعد ذلك عندي سؤال اللي هو وضع أسئلة للإجابة، وضع أسئلة للإجابة. وضع أسئلة للإجابة هو نوع من الأسئلة عضو هيئة التدريس بعطي الإجابة، بعطي الإجابة للطالب، بعطي الإجابة والطالب لازم ايش؟ يكتب السؤال بشكل صحيح، لازم يكتب السؤال بشكل صحيح. خلينا نشوف. اللي هو السؤال وضع اسئله للاجابات او الكويز باول بالانجليزي، كويز باول، سؤال وضع اسئله للاجابات. الاجابه او طبعا نص السؤال اللي هو عباره عن اجابه. هو العالم الذي اخترع المصباح، العالم الذي اخترع المصباح
فالطالب لازم إيش؟ يكتب السؤال الصحيح لهذا الجواب. طبعاً حيث في عندي أدوات الاستفهام بتحدد إيش الأداة الاستفهام اللي المناسبة. أوكي، بعد ذلك عبارات الإجابة، بحدد عبارات الإجابة. في عندي في هذه الحالة ممكن أحط عبارتين. العبارة الأولى اللي هو من هو أديسون، العبارة الثانية من هو توم أديسون. سواء كتب هذا العبارة أو العبارة هذه بيكون إيش بأخذ الدرجة الصحيحة للسؤال. بعد ذلك نعمل إيش؟ إرسال. ظل عندي أسئلة، إيش هي؟ في عندي أكمل ما يلي، أكمل ما يلي اللي هو سؤال فراغ، هي وحدة إخراج في الحاسب الآلي وتستخدم لطباعة الورق. هذا أكمل ما يلي. طبعا بحط متغير زي ما شفنا، متغير، وهذا المتغير بين اللي هو حاصرتين او اللي هو براكتس. طيب السؤال اللي بعده متعدد الاختيارات، متعدد الاختيارات، وهو سؤال غني عن التعريف. هذا النوع من الأسئلة خيارات، وبتحدد الخيار الصحيح، بتحدد الخيار الصحيح، سموه متعدد الاختيارات او الام سي كيو. السؤال اللي بعده اللي هو متعدد الإجابات، تحرير، هذا مختلف عن متعدد الخيارات أو الاختيارات، هذا متعدد الإجابات. متعدد الإجابات من اسمه يعني يحتوي على إجابات عدة، يعني إجابتين أو ثلاث أو أربعة، لكن لا يمكن أنه يكون إيش في إجابة واحدة، مستحيل. يعني إذا بدك إجابة واحدة بروح على إيش؟ متعدد الاختيارات. إذا بدك عندك إجابات، إجابتين أو ثلاث إجابات أو أربعة، بختار هذا النوع من الأسئلة. وفي عندي سؤال ما من أنواع التعليم الإلكتروني بشكل عام. في عندي ثلاث أنواع من التعليم الإلكتروني. طبعا ترقيم الإجابات ممكن أعمله بلا أفقي أو عمودي، السماح بمنح جزء من الدرجة لأنه في عندي ثلاث إجابات ممكن أحط عليها صح، وإظهار الإجابات بترتيب عشوائي مشان يعمل الـ A بدل الـ B والـ C وهكذا، بصير يعمل إيش ترتيب عشوائي في الخيارات الإجابة. بعلك بكتب إيش، بكتب الـ الخيارات. الخيار الأول اللي هو إيش، التعليم الداعم أو المباشر. الخيار الثاني التعليم الكامل. الخيار الثالث اللي هو التعليم المدمج، وهذه كلياتها من أنواع التعليم الإلكتروني. أوكي. والخيار الرابع التعليم الميسر، مش من الأنواع، لكن الآن بعد ما أكتب الخيارات لازم إيش أسوي؟ لازم أحدد الإجابات، لازم أحدد الصحيح، الإجابات الصحيحة. أوكي؟ فإذا الإجابات كلها الصحيحة لازم أحط عليها إيش؟ إشارة صح. وفي عندي بما أنه ثلاث إجابات في هذا السؤال، في عندي إيه؟ منح جزء من الدرجة. إحنا قلنا منح جزء من الدرجة، فراح يعطي لكل جواب من من الثلاث إجابات راح يعطي 33%، 33.333 حتى إيش؟ يطلع معاي ايش الثلاث اجابات تطلع كلياتها درجه واحده، ماشي الحال. اذا هذا اللي هو متعدد الاجابات، متعدد الاجابات. طيب ظل عندنا اسئله، ظل عندنا أيوة معادلة حسابية، المعادلة الحسابية. نشوف هذا النوع من الأسئلة.
تحرير سؤال إنشاء أو تحرير سؤال معادلة حسابية. معادلة حسابية عندنا هذا السؤال، هذا شكل من أشكال الأسئلة. إذا كان الكوب الصغير يتسع لسين، سين سين لازم تكون بإيش؟ بين حاصرتين أو اللي هي البراكت لتر، والكوب الكبير لصاد لتر، فما هو مجموع اللترات في ثلاثة أكواب صغيرة وأربعة كبيرة؟ الكوب الصغير بأخذ سين، بأخذ سين، الكوب الكبير بأخذ صاد. أوكي، كم مجموع اللترات في ثلاثة أكواب صغيرة وأربعة أكواب كبيرة؟ طبعا هذا النوع من الأسئلة اللي هي يعني ممكن تكون في الرياضيات والهندسة والفيزياء أو الكيمياء. الآن الطريقة الصحيحة لحل هذا النوع من الأسئلة اللي هو إنه الطالب يتخيل المعادلة أو يتخيل يكتب معادلة. الآن هذه المعادلة الصحيحة اللي لو قدر يتوصل لهذه المعادلة بيقدر يحل السؤال بعد ذلك، اللي هي 3 سين زائد 4 صاد. احنا قلنا ما هو مجموع اللترات في ثلاث أكواب صغيرة اللي هي سين، وأربعة كبيرة اللي هي صاد، فثلاثة سين زائد 4 صاد. أوكي، الآن مين اللي بيكتب هذه المعادلة؟ المدرس. أنا قاعد الآن كمدرس بنشئ في هذا السؤال، فثلاثة سين كتبت ثلاثة سين زائد 4 صاد بناء على المتغير الموجود عندي هون سين والمتغير صاد. ممتاز. بعد ذلك طبعا السماح بمنح جزء من الدرجة ما بفعلها هون، لأنه الإجابة النهائية لهذا السؤال هي عبارة عن رقم. راح نشوف كيف راح يطلع هذا السؤال للطالب، وإجابته راح تكون عبارة عن رقم، لكن الرقم يعني إذا قدر هو الطالب يعرف المعادلة بصير سهل عليه يطلع الرقم اللي هو مجموع اللترات في ثلاثة أكواب صغيرة وأربعة كبيرة. طيب التالي هنا بسألك كعضو هيئة التدريس أو كمدرس، عندك أنت متغيرين في السؤال، معناها ممكن يكون في عندي ثلاث متغيرات أو أربع متغيرات على حسب. أوكي، أنا الآن عندي متغيرين، المتغير الأول سين، بسألك كم بدك المينيمم فاليو أو الحد الأدنى لقيمة سين؟ كم؟ أنا قلت له ثلاث، هاي أربعة مثلا أو هاي خمسة، ماشي، والحد الأقصى ثمانية مثلا. طيب صاد، كم الحد الأدنى لقيمة صاد؟ خلينا نقول هاي أربعة والأقصى هاي عشرة. حددت إنه تكون القيمة بين خمسة وثمانية لسين وبين أربعة وعشرة لصاد. تحت في عندي هون سؤال بسألني كم عدد المجموعات، مجموعات الإجابات، كم مجموعة بدك؟ إذا أنا يعني عندي 30 طالب في الصف، 30 طالب ممكن أقول له 30 مثلا، ممكن أحكي 20 مجموعة، أو ممكن أحكي له 10 مجموعات، خلينا نكون يعني هاي 10 مجموعات، اعمل لي 10 مجموعات أوكي على هذا النوع من الأسئلة. شوفوا كيف يعني المجموعات. هنا في عندي تحت حساب بضغط عليها فبيطلع لي 10 مجموعات. العشر مجموعات هذه اللي هي قيم افتراضية لسين وصاد، قيمة افتراضية، يعني بقول لي إذا كانت سين 7 وكانت صاد 6 الجواب لازم يكون 45، إذا كانت سين 6 وصاد 9 فالجواب 54، وهكذا. فإذا طلع لي مجموعات من بناء على المعادلة اللي أنا عملتها، إذا في واحد من المجموعات هذه مش عاجبني باجي بضغط عليه إيش؟ بقول له لا، هاي هذا مثلا نوع
مبنية إزالة، عمل له إزالة، فبإيش بيحذفوا من المجموعات الموجودة. أوكي طيب، بعد ذلك طبعا نعمل حساب. اوكي انا لاني حددت، اوكي حددت من الاول انه نشر مجموعات، فبالتالي ايش لما احذف اي، لما احذف اي خيار بيطلع لي خيار ايش، بيطلع لي خيار جديد. ماشي الحال، كل ما احذف خيار بيطلع لي خيار جديد، لانه انا حددت له في الخطوه السابقه كم عدد الاجابات المجموعات 10. طيب ممتاز، اذا الان هذه المجموعات راح تيجي تتوزع على الطلاب الموجودين عندي في الشعبة. راح يجي كل طالب تقريبا، راح يجي كل طالب راح يجي سؤال مختلف في هذا النوع المحدد من الأسئلة. بعمل إرسال. بظل عندي طبعا بالإنجليزي، لو كان عندي السؤال بالإنجليزي بدي أحط السؤال بالانجليزي x وبدي احط y، ولازم اكتب المعادله بالانجليزي 3x زائد 4y، ونفس الطريقه السؤال بضل عندي اللي هو ايش، اكمل ما يلي، اكمل ما يلي من فراغات متعدده. اخر سؤال نضغط عليه، هذا السؤال عندي شبه الجزيرة العربية، وتاريخيا يطلق عليها جزيرة العرب، محاطة من الغرب ب ايش، حطيت متغير، متغير اللي هو A small، وتضم متغير تضم كم دولة، 5 7 دول 10 دول، وأكبر دولة فيها هي متغير. إذا في عندي 3 متغيرات، إحنا شفنا السؤال أكمل الفراغ بيكون عندي متغير واحد فقط، لما أختار أكمل ما يلي من فراغات متعددة بيكون في عندي 3 أو 4 أو 5 إيش متغيرات، بيكون بالطريقة هذه. بعد ذلك بختار السماح بمنح جزء من الدرجة لأنه في عندي 3 إجابات، بضغط على التالي. أوكي. بعدين بيجي على خيارات الإجابات. الآن الجواب لA هو البحر الأحمر، البحر الأحمر. طيب أنا زي ما أنتم شايفين هون عملت إجابتين، حطيت مرة البحر الأحمر بالهمزة ومرة بدون همزة، لأن ممكن الطالب يكتب البحر الأحمر بدون همزة وممكن يكتبها بالهمزة، لذلك إيش حطيت إجابتين. الآن ممكن برضو أنت تسهل عليهم وتعمل يتضمن أو مطابقة النمط، أوكي، إذا بدك يعني تسهل شوية، أو إنه تعمل تطابق تام. تطابق تام يعني لازم تجيب إيش الإجابة بالشكل هذا، إذا ما جابها بالشكل هذا معناها بكون بأخذ الإجابة هون ما بأخذ عليها درجتها. الإجابة B عندي 7 دول، فحطيت 7 رقم أو 7 أو 7 إذا كان شاطر في النحو، أوكي، فممكن يحطها 7. هذه إيش برضو ممكن يكون تطابق تام أو يتضمن يعني. والخيار الثالث اللي هي عندي المملكة العربية السعودية. طيب هون أنا بدي أضيف كمان خيار زي ما قال لي إياها، إحنا طبعاً بنحكي عن مثال، حكى لي واحد في الدورة السابقة
قال لي ممكن واحد يكتب السعودية بدون التاء المربوطة. قلنا له ماشي زيد هذا السعودية الهاء. فلو كتب الطالب أي من هذه الخيارات الثلاثة راح يأخذ الإجابة أو درجة هذا السؤال. وبعمل التالي. أوكي. وبحط الملاحظات والفئات وبعمل إيش إرسال. إذن شرح لجميع الأسئلة في النظام بلاك بورد. حكينا عن إجابة مختصرة، إجابة رقمية حسابية، أكمل ما يلي، أكمل ما يلي الفراغات متعددة إما أو، استكمال الجمل، تحميل ملف، ترتيب صواب وخطأ، ومتعدد الإجابات ومتعدد الاختيارات، المطابقة، معادلة حسابية، مقال، نقطة فعالة، وضع أسئلة للإجابة. ممتاز. طيب الآن طبعا هذا السؤال لما أنا أخلص منه، خلص من السؤال من كتابة الأسئلة، بضغط على موافق. أوكي. بعد ذلك طبعا بإمكاني أني أجي أعمل من الاختبارات. هون من الاختبارات في عندي أو بلاش من الاختبارات، ممكن طيب في الاختبارات بعمل من التقييمات، من هون من التقييمات بعمل اختبار. وبختار هذا الاختبار مشان أعمل له إيش؟ أعمل له نشر إلى جميع الطلاب الموجودين عندي. أوكي. أول خيار طبعاً لازم أعمل هو إتاحة هذا الاختبار للطالب. أقول له إيش؟ إتاحة للطالب، بقول له نعم. إضافة إعلان ممكن أقول له نعم. محاولات متعددة خليها زي ما هي، يعني معناها محاولة واحدة. الاختبار دائما نعملها محاولة واحدة فقط. فرض الإكمال، فرض الإكمال اللي هي إيش؟ إنه الطالب لازم ينهي الاختبار في جلسة واحدة، مش يروح يسكر الاختبار بعدين بعد 10 دقائق يرد يكمل الاختبار. لا، خليه في جلسة واحدة. مؤقت، تعيين مؤقت، بحط مؤقت مثلا هاي 30 دقيقة، وبحط إشارة تشغيل إنه بعد ما ينتهي الوقت، بعد ما ينتهي وقت ال30 دقيقة راح يقفل الاختبار ويحفظ الإجابات لكل الطلاب وينهي الاختبار على الطلاب خلاص، لأنها انتهت فترة المؤقت. والعرض، هذا العرض إذا أنا بدي أحدد الاختبار يظهر في وقت محدد إلى وقت آخر ثاني، هذا إذا بدي يظهر في وقت محدد، أو بتركها مشان أخليه مفتوح الآن نحل السؤال. وضع كلمة مرور، بحط كلمة مرور هاي 1 2 3. عندي التقييد، تقييد الموقع. في الجامعة لما كنا نعمل الاختبارات في الجامعة كنا نختار الخيار هذا Test only in NBU labs. لما كنا نختار هذا الاختبار الخيار، كان الطالب ما يقدر يختبر الاختبار أو هذا الاختبار إلا في معامل السنة التحضيرية أو من خلال الآيبادات، أجهزة الآيباد اللي يعني معظم الكليات الآن وصلهم من هذه الآيبادات. لكن بما أنه الآن إحنا فيش دوام، فبكتب بدون قيود، بختار بدون قيود. الاستثناءات في حالة أنا بدي أستثني طالب أو أعمل له محاولة ثانية. تاريخ الاستحقاق، إذا أنا بديش الطالب يختبر في وقت محدد، يعني معاك أسبوع، معاك أسبوع لحل هذا الاختبار، ممكن أجي أقول والله آخر موعد لي حل هذا الاختبار مثلا يوم 8/4 الساعة 11:59. بعد هذا التاريخ خلاص ما راح إيش في هون. عندك خيار، هذا الخيار إيش بيقول؟ لا تسمح للطلاب ببدء الاختبار في حالة تجاوز، في حالة تجاوز تاريخ الاستحقاق. إذا حطيت عليه صح هذا الخيار
اوكي اذا حطيت عليه صح ايش بصير؟ اوكي اذا حطيت عليه صح بيصير انه بعد هذا التاريخ وهذا الساعه لن يسمح لاي طالب انه يحل هذا الاختبار. طبعا هذا الخيار بتركه زي ما هو تضمين هذا الاختبار في مركز التقديرات، والنتائج العرض النتائج والملاحظات هذه اختياريه. اذا حبيت انت بعد ما الطالب يخلص الاختبار اذا حبيت يعرض له يفرجيه وين الاخطاء اللي كانت عنده ويفرجيه الاجابات الصحيحه بامكانك تعمل بعد التقديم يطلع درجه كل سؤال وطلع له الاجابه والصحيح وتم ارساله ما تم ارساله والملاحظات اذا كنت تحط ملاحظات على الاسئله وكل الملاحظات تظهر للطالب. اخر شيء في عندي انه الاسئله كلها تظهر في صفحه واحده للطالب ولا كل سؤال في صفحه، وبامكاني اني برضو ايش افعل خيار ايش حظر الرجوع، يعني السؤال الاول بيجي حله، بعد ما حله بيجي على السؤال الثاني حله، لما يجي على السؤال الثالث ما بيقدر يرجع للثاني ولا الاول، فهاي ايش اسمها حظر الرجوع. حظر الرجوع طبعا احنا هذه يعني على حسب المدرس، لكن خلينا نختار الكل في وقت واحد اللي هي الأسئلة في صفحة واحدة، وترتيب عشوائي للأسئلة بإمكانك اختيارها حتى إيش يعمل يعمل نماذج من الاختبار وما يكون طالبين لما يكونوا بجنب بعض طلاب يكون نفس الأسئلة بتجيهم نفس الترتيب، وبعمل إيش إرسال. الآن نيجي على الطالب، بدي أجي على الطالب هذا الطالب وأدخل على المادة. الآن الطالب عنده خبر إنه في اختبار، بدخل على رابط الاختبارات أوكي، وبعدين باجي على السؤال اللي هو هذا اختبار هذا جميع أنواع الأسئلة أوكي، وبقرأ الإرشادات وبشوف المعلومات هذه وبعرف إيش الفرض الإكمال والمؤقت كذا عمل بدء. شكلنا اخترنا ال اختار الاختبار الثاني اللي انشأناه. بدأ الباسورد حطينا 123، اعمل ارسال. الآن أنا صفحة الطالب والطالب بدأ الاختبار، بإمكانه الطالب يضغط على هذه اللي هي حالة إكمال الأسئلة، عنده 21 سؤال، الوقت التايمر 30 دقيقة زي ما تشايفين هون، بدأ بالتناقص ويظهر الآن الأسئلة كل سؤال ودرجته موجودة على اليسار، وهنا بيبدأ ليش الإجابة. هذا سؤال اللي هو إجابة مختصرة لازم يكتب هنا بما يعني زي ما احنا حددنا له سطر او سطرين الى اخره، يكتب الاعراض للفيروس. السؤال اللي بعده اكل اللي هي الفراغ عاصمه بلجيكا، بده يكتب اوكي بروكسل. السؤال اللي هو اكتشاف فيروسات عام 1960 ووافق. السؤال اللي بعده اللي هو هذا اللي هو القائمة المنسدلة، شوف كيف يطلع بالشكل هذا، يطلع عاصمة الصومال بيطلع له 5 خيارات لازم يحدد اوكي، وهكذا. خلينا نعمل خطأ ونترك برضه. هنا شو السؤال اللي هو قم بإيداع ملف وورد او اكسل او بي دي اف يحتوي على بيانات التالية. لاحظ هون ما في عندي خيار للكتابة، الطالب ما عنده خيار الكتابة، ايش الخيار الموجود عنده؟ فقط استعراض جهاز الكمبيوتر ما في غيره. لذلك طالب مطلوب منه انه يفتح ملف وورد او اكسل او الى اخره ويأبي
كتابة البيانات، وبعد ذلك بس يخلص بخزن الملف وبعمل استعراض جهاز الكمبيوتر وبرفق هذا الملف في إيش بالسؤال. ما عنده خيار للكتابة. السؤال اللي بعده الترتيب، بيطلع معي بالشكل هذا ترتيب. بفتح أول خيار بقول مثلا هذه رقم واحد، هذه رقم اثنين، هذه رقم ثلاث، وهكذا أحدد. طيب وهذا نفس الشيء الترتيب. طيب هنا هذا لازم إجابة برقم، أوكي لازم يجاوب برقم. طيب هنا صواب وخطأ، لازم يجاوب إما صواب وإما خطأ. هذا اللي هو تبع الاستطلاع. أوكي. بعدين في عندي المطابقة. المطابقة عندي عمود على اليمين وعمود على اليسار، بده يفتح من هون القائمة ويحدد. أوكي. هاي مثلا أربعة جواب، وهكذا المطابقة. هذا سؤال البقال، عبارة عن نص، بيجي نص ولازم يعبي، يكتب هنا، يكتب إجابة السؤال، كتابة الإجابة كامل. هذا سؤال مقال، هنا لازم يحدد. أوكي. طبعا في عنده خيار، إذا حدد بشكل خطأ بده مسح، وبيحدد إيش بيقدر يمس، يحدد في أي مكان بده إياه. العالم الذي اخترع المصباح، لازم يكتب من هو أديسون، يحط علامة السؤال. هذه اللي هي أكمل الفراغ. هنا عندنا متعدد الخيارات، هاي الجواب الصحيح. لاحظ لو حاولت أختار خيار ثاني إيش راح شال الإجابة من عند الخيار الأول، فما في مجال إلا اختيار إيش خيار واحد. لكن هون السؤال اللي بعده، من أنواع التعليم، لاحظ بإمكانه يختارهم كلهم، بإمكانه يختار كل الإيش خيارات، لأنه هذا السؤال متعدد الإجابات. ماشي. طيب فإذن هذا اللي هو المتعدد الإجابات. طيب السؤال هذا الآن، إذا كان الكوب الصغير يتسع لسبع لترات اللي هي المعادلة الحسابية، والكوب الكبير لسبع لترات برضو، فما هو مجموع اللترات في ثلاثة أكواب صغيرة وأربعة كبيرة؟ شو لازم يعمل الطالب؟ لازم يعمل ثلاثة سين بعقله، ثلاثة سين زائد أربعة صار، ويضرب ثلاثة في سبعة 21، زائد أربعة في سبعة 28، ويجمع 21 زائد 28 49. سؤال تبع أكمل يلي من فراغات متعددة. شبه الجزيرة العربية وتاريخيا يطلق عليها محاطة بالبحر الأحمر. إذا كتبها بهمزة أو غير همزة صح. بعدين سبع دول والسعودية. وهذا برضو وبيعمل إيش حفظ وإرسال. طبعا هم بيطلع له بيقول له في عندك أسئلة ما حليتها، هذه الأسئلة رقمها 5 و6 و17 و11 و15، موافق؟ بيطلع لي هنا تقرير سريع إنك أنت اسم الطالب ونوع الاسم الاختبار، ومتى بدأت ومتى انتهيت، وكم استهلكت من هذا. بقول لك انقر فوق موافق لمراجعة النتائج. أوكي. وهذا طبعا هذه اختيارية، اللي هي الآن اللي أنا الموجود فيه الآن، هذه اختيارية. ممكن المدرس ممكن يسمح للطالب بمراجعة يعني هذه المراجعة زي هيك، يشوف والله أنا عندي هذه صح، هذه عندي خطأ، هذه خيار من عند المدرس زي ما حكينا، بإمكانك أنت تفعلها وممكنك أنك إيه فيها عن الطالب.
هذا السؤال جاب فيه 10 من 10. اوكي هذا السؤال 2.5 من 10. هذا السؤال يتطلب تقدير لانه ايش؟ مقالي. اوكي هذا طيب لاحظ هذا السؤال اللي هو على المعادله الحسابيه، الاجابه المحدده 43 والاجابه الصحيحه 49، لذلك كم اخذ؟ اخذ 10 من 10. وهذا تبع اللي هو اكمل ما يلي من فراغات متعدده جاب فيه كم؟ 10 من 10. ليش؟ لانه كتب الاجابات كلياتها بشكل صحيح. طيب الان ممكن الاسئله ونرجو انها تكون في يعني نفس الموضوع. تفضل. طيب بعد اذن حضرتك سؤال النقطه الفعاله. نعم. ممكن كده زي حضرتك انا شايفه كده رسم للجهاز التنفسي بس ما لحقتش اعرف ايه المطلوب عليها، هل انا اقدر اجيب رسمه زي كده للطالب واقول له يكتب عليها بيانات او يحدد لي عليها كذا منطقه؟ لا منطقه واحده. نقطه واحده. لا. بس نقطه واحده. تمام. يبقى مش متاح ان انا احط له رسمه ويحط لي عليها بيانات كتير مثلا او يحدد لي حاجه؟ لا بحدد لك بس لانه بس يعني فقط، لكن ممكن تكرر السؤال انت اكثر من مره، يعني كرري اكثر من سؤال وتطلبي عليه يحدد اكثر من على كل مره. شكرا. نعم شكرا. يعطيك العافيه دكتور اسامه. حياك الله. محاضره طويله الله يعطيك العافيه. عندي الله. سؤال فقط على الاوبشن الاوتو الفورس كومبليت. الفورس كومبليشن. نعم. طيب في حالة أننا نعمل فورس كومبليت مثلا كنا في امتحان، الطالب في نص الامتحان لسبب ما طلع من الامتحان، يعني شو الوضعية في الحالة هذه؟ طلع بسبب ايش؟ يعني بسبب النت، الاكسبلورر علق، يعني بسبب فني يعني. طيب في هذه الحالة إذا أنت الآن كنت مفعل فرض الإكمال، إذا فعلت فرض الإكمال لازم تعمل له استثناء، تعمل له استثناء بمحاولة ثانية وراح يبدأ الاختبار من جديد من صفر. من صفر. لكن إذا ما فعلت فرض الإكمال، إذا ما فعلت فرض الإكمال وكانت المشكلة بسيطة ودخل مرة ثانية على الاختبار، بإمكانه يستأنف من النقطة اللي وقف عندها. ماشي. يعني في كل الاحوال الفورس كومبليت ضروري يعيد الامتحان من جديد يعني؟ لا، الفورس كومبليشن اذا انت ما فعلتها بامكانه لما يصير معه مشكله بكمل، يعني حل 5 اسئله او 10 اسئله بكمل من عند ما وقف. هذا في حاله اذا انا ما نفعلها، يعني اذا انت ما تنفعلها. اذا واضح. ما فعلتها بكمل. واضح. من عند السؤال اللي وقف عنده. اوكي يعطيك العافيه. حياك الله. باشمهندس السلام عليكم. السلام. تفضل. دكتور اسامه الله يبارك فيك، انا اليوم سويت اختبار، ولكن خلال الاختبار هو المده بتاعت 30 دقيقه، يعني انا ما قدرتش اراقب الطلاب، يعني مش عارف يعني هل في اليه لمراقبه الطلاب اثناء الاختبار او لا. كيف مراقبتهم يعني دكتور؟ يعني انا ممكن نقول الطلاب ممكن يبعثوا لبعض الاسئله او الاجوبه او يتواصلوا مع بعض، يعني انا كيف الاليه ان نتابعهم انا من هنا؟ والله هم في البيت يعني صعب دكتور. في هو في حلول، يعني موجود حلول، لكن يعني احنا في عندنا مثلا في حل مثلا اللي هو بس مش متوفر يعني حاليا، اللي هو ريسبوندنس من شركه ريسبوندنس. بإمكانك طبعا الطالب يكون في عنده كاميرا وهو بحل في الاختبار بيبين معاك الطلاب كلهم هم بيختبروا، فإذا عمل حركة أو طلع يمين أو يسار أو كذا بيبين معاك.
شايف؟ لكن يعني انت عارف ما هم اصلا في اختبار في البيت عندهم لسه ما اقروها يعني 100%. بس في عليها اشكال. بارك الله فيك، شكرا. اياك. لكن في عندي انا مثلا عندي اقتراح، مثلا بامكانك انت تعمل الاسئله بدل ما تجيبها في صفحه واحده، تجيب الاسئله كل سؤال في صفحه. تمام. اوكي. لما تجيب كل سؤال في صفحه، في هذه الحاله راح يجي السؤال الاول بعد ما يخلص اجابته ينتقل للسؤال الثاني، ما راح يشوف يعني السؤال الثاني ينتقل للسؤال الثالث. واذا فعلت اللي حظر الرجوع، بالتالي ما راح يقدر ايش، اذا وصل عند سؤال خمسة ما راح يقدر يرجع لأربعة وثلاثة واثنين واحد. واضح، هيك افضل. ايه بارك الله فيك. يعني هيك بصير نوع من القيود يعني يعني حل الاشكاليات هذه. واضح، بارك الله فيك. شكرا. السلام عليكم دكتور أسامة. السلام عليكم دكتور أسامة. السلام ورحمة الله. شكرا حضرتك على المجهود اللي حضرتك عامله دوت. ورد على السؤال الدكتور، بس كان تعقيب، هو ممكن يعمل أكتر من حاجة حضرتك، إن هو يمنع أولا إن عدم الرجوع للسؤال، ويمنع الحاجة الثانية ليمت التايم، ويمنع الحاجة الثانية إن يعملها بطريقة بازر، بطريقة عشوائية. الثلاثة دول تبقى صعب قوي مع الوقت المحدد إن الطالب يقدر يرجع لسؤال تاني. ممتاز. نعم. طيب الحاجة الثانية اللي كنت عاوز أسأل فيها، تفضل حضرتك. تفضل. الحاجة الثانية اللي كنت عاوز أسأل فيها، هو أنا عندي سؤالين. هو إيه فائدة الباسورد حضرتك؟ يعني عندي ثلاث أسئلة. أول سؤال، إيه هي فائدة الباسورد؟ ثاني حاجة، أنا كان في عندي سؤال، في عندي AC، إزاي أحط له درجته فين؟ الإساي بتاعي ده أنا أحط له فين الدرجة بتاعته؟ الحاجة الثالثة، حضرتك يعني عديت على إعداد الـ MSQ مر الكرام، جبت لنا سؤال كامل مكتمل، لكن ما قلتناش ازاي احنا ممكن نعد سؤال ام اس كيو، رغم ان النوعيه من الاسئله دي من اكثر الحاجات اللي احنا بنحتاجها. والله يا دكتور انا ما جبته لانه كل الجامعه بتعرف كيف تسويه الام اس كيو يعني. لكن حضرتك عندك طريقه سهله لاعداده ولا زي اللي ما تقلينا قبل كده؟ لا، هو يعني كيف اعداده؟ نفس الطريقه يعني. الان انت في اي سؤال، هو الان تحرير خيارات الاختبار، هذا السؤال اللي هو MCQ تحرير. بالضبط كده. السؤال بكتب نص السؤال زي ما انت شايف هنا، هذا نص السؤال. اوكي. ما هو البحر الذي لا يحتوي على احياء مائيه؟ عندي خيارات. الخيارات ايش فيها؟ الخيارات الترقيم، ما تستخدم الترقيم لانه ممكن تعمل عشوائي. اتجاه الاجابه افقي او عمودي، زي الشكل يعني، كشكل السؤال او كتصميم السؤال. السماح بمنح جزء من الدرجه لا تستخدمه، ليش؟ لانه الجواب يا ابيض يا اسود. اظهار الاجابات بترتيب عشوائي، هذا بختاره. ليش؟ لا، بعمل لي A مرة أول بعدين A بعملها آخر إشي B، وهكذا بصير إيش؟ بصير يعمل عشوائية في ترتيب الإجابات. بعد ذلك بنزل كم عدد الإجابات عندي، مثلا 4. الإجابة الأولى بحط الخيار الأول البحر الأحمر، الإجابة الثانية البحر الميت، الإجابة الثالثة البحر الأسود، الإجابة الرابعة البحر الأبيض المتوسط. كتبت الإجابات. الآن في نقطة مهمة، إيش هي؟ لازم أحدد إيش هو الجواب الصحيح. شو هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح هو الإجابة رقم 2. فبحط إيش؟ علامة هنا بحدد إنه هو هذا الإجابة الصحيحة. ماشي؟ وشكرا. بعد ذلك بعمل إيش؟ إرسال، و يعني بهذا الشكل. فائدة الباسورد إيه حضرتك؟ الباسورد دكتور، يعني انت اذا ما حطيت باسورد على الاختبار شو اللي بصير؟ الطالب يدخل على الاختبار مباشره، حتى بدون ما يسالك بيدخل على الاختبار وبحل الاسئله، او ممكن يفوت فالباسورد هي عباره عن يعني خلينا نقول انت تكون متاكد انه ما في حد من الطلاب راح يدخل على 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 الاختبار الا لما انت بدك، ولما انت تعطيهم الباسورد.
يعني لازم ارسل لهم الباسورد دوت؟ لازم، لانه الطالب بدون الباسورد ايه يعني دي مشكله بقى. هنضطر احنا نبعت لهم بقى ان احنا الباسورد يعني ماشي. هو لو انا ما حطيتش باسورد تفرق في حاجه؟ ما بفرقش. لا اذا في البيت ما بفرق يعني. طيب يعني مش واضح نتيجه المقال. لو احنا السي عندنا هنحط نتيجته، حضرتك بتقول ده لازم يقيم. انا حطيت قيمته، احط نتيجته فين؟ انا عندي دلوقتي 18 سؤال مقيمين اوتوماتيك في صح. عندي او في عندي سؤال لسه، هحطه فين نتيجته؟ هاي شوف يا دكتور، الان باجي هون، انا باجي على وين دائما بروح؟ على مركز التقديرات. مركز التقديرات باجي على الاختبارات. اختبارات ماشي. باجي وين عندي انو اختبار احنا عاد اللي سويناه اللي هو الاختبار، خلينا نشوف هذا هو. طلع هنا هذا الاختبار، هي حل الطالب وصحح كل الاسئله ما عدا سؤال او سؤالين. فبالتالي باجي هنا بضغط على السهم اللي هنا وبضغط على المحاولة هنا، بيجي بيقول لي ايش؟ بيقول لي اضغط على هاي معلومات حول الاختبار، بيقول لي الدرجة الحالة لسه غير واضحة، يتطلب تقدير. درجة المحاولة صفر لسه، اوكي. طيب بنزل تحت على الأسئلة، هذا السؤال الأول يحتاج إلى تقدير من المدرس، بطلع على الإجابة اللي موجودة وباجي بقول هذا درجة من 10 بأخذ 3، اوكي. وبنزل تحت بشوف ايش في اسئله تحتاج الى تقدير. هذا خالص، هذا خالص، هذا جاهز. هذا السؤال، هذا السؤال بشوف الملف المرفق. بعد ما اطلع على الملف المرفق بطلع عليه، اذا حط هاي باخذ 5. بنزل تحت، هذا السؤال خالص جاهز، وهذا جاهز، اوكي، وهذا جاهز، جاهز. صفر صفر 2.5. هذا السؤال المقالي، بطلع على إجابة الطالب، اوكي، بناء على إجابة الطالب، بناء على إجابة الطالب بحدد من 10، بقول هاي ايش مثلا 6 أو 7 من 10. الان الفرق نفسها بحطها. تمام كده، تمام كده، ايوه خلاص. والباقي الأسئلة كلهم ايش؟ خلاص تصحيح تلقائي. فبجي بعمل ايش؟ ارسال او انهاء. شكرا اللي هي ارسال. شكرا شكرا دكتور اسامه، الله يخليك. شكرا شكرا. طيب في اسئله؟ في اي استفسارات؟ الله يبارك فيك، حياك الله. تفضل يا دكتور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبشكر حضرتك وبشكر الزملاء على دور السيشن ده. بس كان ليا توضيح بس بسيط بخصوص الاختبارات اللي حضرتكم اتكلمتوا عنها. طبعا الباشمهندس اسامه مشكور، استفاد بشرح كافه انواع الاختبارات وكافه انواع الاسئله اللي ممكن احنا نستخدمها في اجراء الاختبار. لكن خليني بس اوضح نقطه للزملاء الاعزاء، ان في الوقت الحالي، في الوقت الحالي ان هناك تعميم لكل الكليات، وتم الاتفاق مع كل عمداء الكليات على ان اليه التقييم في الوقت الحالي، في ان الجامعه اعتمدت 8 اليات للتقييم، مش من ضمنهم الاختبارات الكويزز، الاختبارات القصيره، تمام، ومش من ضمنهم الاختبارات اللي بتتم في زي اللي بتتم في كلها في وقت واحد للطلبه كلها، اعتمادا على الانترنت واعتمادا على البلاك بورد بشكل اساسي. فاليات التقويم اللي تم اعتمادها في الفتره الحاليه وسموها التقويم المستمر او التقويم البنائي، كانت اعتمدت على اختبار الكتاب المفتوح الاوبن بوك اكزام، و بما لا يتجاوز 5% من اجمالي الدرجه بالنسبه للكورس. يعني لو درجه من 100 بتاع الكورس، يبقى لا تزيد الاختبارات الشفويه عن 5 درجات من 100. التيك هوم اكزام او الاختبار بالمنزل، وال
البرزنتيشن او العروض التقديميه اللي الطالب بيقدمها بما لا يتجاوز 20% من اجمالي الدرجه. المناقشات والتفاعل اثناء المحاضرات في الفصول الافتراضيه، والواجبات المنزليه والانشطه، وملف الانجاز الالكتروني، البورتفوليو، والمشاريع العلميه والبحثيه. دول الاليات اللي الجامعه تمدتهم لتقييم الطلاب اثناء فتره التوقف او فتره الحظر. فيما التقويم المستمر اللي هو لو ما فيش اختبارات دوريه اتعملت فده البديل للاختبارات الدوريه. فاحد الزملاء كان كلم من شويه، انا عملت امبارح اختبار للطلاب وفصل ودخل تاني. الاختبارات دي معموله على سبيل التجريب ولا معموله على سبيل انها درجات محسوبه بالفعل للطلاب؟ فلو درجات محسوبه بالفعل للطلاب فعذرا الجامعه وقفت الاختبارات دي، الاختبارات اللي هي بتتم عن طريق البلاك بورد كاختبار في وقت واحد وبمده محدده ولازم الطالب ينتهي منه في المده دي. اما التيك هوم اكزام او اختبارات الكتاب المفتوح فالوضع مختلف تماما. انت عارف ان الطالب يفتح الكتاب وعارف ان الطالب ممكن يستعين بحاجه، فدي اليه التقويم المعتمد دلوقتي لغايه لما ننتهي من فصل من شهر شعبان ونشوف اليه التقويم النهائيه. هل هنرجع للفاينل اكزام ولا الامور هتستمر الايقاف ويتم برضو التقويم بناء على الاليات الموجوده اللي انا عرضتها لحضراتكم دي؟ يعني كده او كده اخونا الدكتور الباشمهندس اسامه شرح ما شاء الله عليه جزء الاختبارات وجزء الاختبار وجزء انواع الاسئله المختلفه، بس قد تكون الفتره دي احنا مش عايزين الحته دي يا باشمهندس اسامه. حضرتك لو في امكانيه تقول لنا اليات الاختبار الاوبن بوك، لو اختبار بالمنزل التيك هوم اكزام، البرزنتيشن علشان الطالب يقدم لي برزنتيشن ايه المفروض انا اجهزه، ايه اللي هو هيعمله، الملف انجاز الكتروني ده مهم جدا في بعض الكليات اعتمدته. ففضلا امرا لو في امكانيه ان حضرتك تفتح لنا وقت مع حضرتك توضح لنا بشكل كبير قوي الجزئيه دي، لان دي عليها اكبر قدر ممكن من الدرجات. واسف ان انا اطلت في الكلام وشكرا لحضراتكم، يعني شكرا جزيلا. ولا يهمك دكتور. احنا دكتور بالنسبه للاوبن بوك اكزام يعني ممكن يكون هو عباره عن اختبار، يعني هو في النهايه اختبار، ولكن يعني يسمح للطالب بانه يستعين بالماده او بالكتاب او المقرر، فهو يعني بالتالي لازم يستخدم اي من الاسئله اللي موجوده، يعني زي مثلا المقالي، يعني ممكن يجيب عضو هيئه التدريس ثلاث اسئله من المقاليه وتكون اوبن بوك اكزام، يعني ممكن يستخدم هذه الاسئله او النوعيه هذه من الاسئله في حتى في الاوبن بوك اكزام او اي نوع من بس هي مش موجوده بوقت بقى باشمهندس اسامه، او هسيب له فتره او ايوه محدده هي اللي تكلمنا عليها يا دكتور، هذه انه انا في هنا في عندي خيار انك ما تعطيه في ساعه محدده، يعني عضو هيئه التدريس لازم يجي على الاختبار وما يحطه في ساعه محدده، لازم يجي في عندنا هون في خيارات الاختبار، خيارات الاختبار تحت في شيء اسمه تاريخ الاستحقاق. تاريخ الاستحقاق بحدد آخر موعد لرفع هذا الاختبار، يعني أو الإجابة على هذا الاختبار، يعني ما يكون في ساعة محددة أو في وقت محدد، يعني الموضوع مفتوح بالنسبة للطلاب، ممكن طالب يحله اليوم، ممكن طالب ثاني يحله بكرة وهكذا. فهذه اللي هي الآلية في إنه ما يكونوا في طبعا كل الطلاب يحلوا في نفس الوقت وفي نفس الساعة. أشكرك. طيب أنا في برضو الآن خلينا نتكلم كيف استخدام آلية القواعد المرتبطة مع الواجبات وبعض الأسئلة من الاختبارات زي المقالي وزي سؤال الإجابة المختصرة. ففي عندي الآن لو مثلا بدي أعمل اختبار، هاي اختبار إنشاء اختبار،
مثلاً ستة، اختبار رقم ستة على سبيل المثال، وبكتب الوصف والإرشادات، وبعد ذلك بعمل إرسال. طيب معلش أنا بدي أطبقه على الواجبات، خلينا نطبق على الواجبات ما في مشكلة. نروح على الواجبات، وفي عندي أنا واجب جاهز أصلاً اللي هو واجب قواعد التقدير. هذا الواجب، هذا النوع من الواجبات لما أضغط عليه هذا الواجب تحت، أنا حاطط هنا في القواعد المرتبطة حاطط في قاعدة مرتبطة مع هذا الواجب. كيف بضيف القاعدة؟ من هذا الزر اللي هنا في عندي إنشاء قاعدة جديدة أو تحديد قاعدة. فلو ضغطت على إنشاء قاعدة جديدة سميها مثلا هذه قاعدة خاصة بالمقالات مثلا، وحط الوصف أوكي، وباجي تحت على طبعا هنا المعايير، في عندي القواعد المرتبطة، في عندي مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة. هنا عندي الصفوف، عندك أول شيء التنسيق، يعني جزء أو المعايير، هذه المعايير جزء من التصحيح على أو تصحيح الواجب، لازم يكون في جزء منه على التنسيق، تنسيق المادة أو المقال، وجزء منه مثلا على، ممكن أعدلها هذه أقول على المصطلحات، استخدام المصطلحات مثلا. وجزء عليه علم النحو أو القواعد. وفي عندي ثلاث مستويات للإنجاز، المبتدئ، هذا المبتدئ، ودائما المبتدئ درجة صفر، والقدير أو اللي هو الوسط وبأخذ درجة 50%، وفي عندي الكفؤ ودرجته 100% لو جاب، يعني لو كان كفؤ في حل هذا الواجب بالنسبة للي هو التنسيق والمصطلحات وعلم النحو. إذا أنا في هذه الطريقة حددت قاعدة لتصحيح الواجب اللي هو راح يقدم لي إياه الطالب، وهو عبارة عن مقال، مقال معين على الوورد مثلا. فإذا اعتمدت هذه أنا القائمة، وبعد ذلك بعمل إرسال. أنا طبعا هذه عامل قاعدة مع هذا الواجب. بإمكانك أيضا هنا تختار إظهار القاعدة للطلاب، تقول له نعم إظهار القاعدة مع درجات القاعدة أو بدون الدرجات، إنك تظهر القاعدة له مع الدرجات أو بدون الدرجات، مشان يعرف كيف الطالب سوف يتم تصحيح هذا الواجب. أوكي؟ بعد ذلك طبعا بإمكانك تعطيه المحاولات، كم محاولة وإلى آخره، وبعد ذلك بعمل إيش؟ بعمل عملية الإرسال. إذن هذا اسمه واجب قواعد التقدير. الآن لما أعمل إرسال أوكي، والطالب طبعا الطالب حل هذا الواجب، لما راح يجي حل الواجب الطالب لما يجي الطالب يحل الواجب يدخل على المادة، هاي المادة ويدخل على الواجبات، وهذا الواجب اللي هو قواعد التقدير، لما يضغط عليه أوكي بقول له طبعا أنت في عندك محاولات، خلينا نعمل محاولة البدء من جديد، هاي البدء من جديد، وبإمكانه مثلا يكتب هنا الإجابة، يكتب الإجابة اللي عنده، إجابة هذا الواجب. وبإمكانه كمان يرفق ملف، يعمل إرفاق للملف، استعراض جهاز الكمبيوتر، يستعرض أي ملف، هاي هذا مثلا، ويختار إرفاق هذا الملف، وبعد ذلك إيش؟ يعمل إرسال للواجب، يعمل إرسال للواجب. طيب لما عمل إرسال للواجب
الآن نشوف كيف عملية التصحيح في هذه الحالة. العضو هاي التدريس يجي على وين؟ على مركز التقديرات. ونروح على الواجبات. وباجي على واجب هذا، واجب قواعد التقدير، هاي فيه له محاولة سابقة، وفي إيش؟ عمل محاولة جديدة، نضغط على المحاولة الجديدة اللي هي في 1-4. أوكي. الآن بستعرض أنا الملف المرفق، بستعرضه وبشوف الحل تبعه، وبشوف إيش كاتب هون في عنده في نص التقديم. بعد ذلك في عندي هون سهم، شايفين السهم هذا؟ اضغط على السهم هذا، إيش بطلع معي؟ بطلع في عندي القاعدة اللي أنا قرنتها مع هذا الواجب. لما أضغط على السهم تطلع القاعدة، بضغط على إيش؟ إظهار أو عرض هذه القاعدة، القاعدة اللي أنا ربطتها مع هذا الواجب. فبناء على حل الطالب بقول إن الآن تنسيق الملف تبعه أو الإجابة تبعته كان متوسط، فبعطيه الدرجة هذه اللي هي متوسط. أوكي. ممكن أكتب تعليق إنه يعني بالنسبة ل هذا الجزء اللي هو بالتنسيق. الجزء الثاني ممكن أعطيه درجة كفؤ مثلا. والمعيار الثالث اللي هو في القواعد ممكن أعطيه مثلا متوسط، درجة متوسط. فبالتالي بطلع الإجمالي لهذا الطالب من 10 كم؟ 76، 6.7 بالعشرة من 10. ف ممكن أعملها إلى 7 درجات، وممكن أكتب الملاحظات للطالب، ملاحظات الطالب هنا، وأعمل إيه؟ حفظ. أوكي. وبعمل هاي أعطاء اللي هي درجة 7 من 10، وبعمل إرسال للطالب، إرسال للتقدير. إذن هذه اللي هي القاعدة، هذه قواعد اللي هي ممكن إني أنا زي ما حكينا ممكن إني أربطها مع إيش كنا حكينا ممكن نربطها؟ مع الواجبات. حكينا ممكن نربطها مع أسئلة المقال، مع أسئلة المقال. زي ما احنا شايفين بالسلايد هذا، هي الدكتور. ممكن قواعد التقدير، ممكن في الواجبات ومنتديات النقاش، حتى في منتديات النقاش والويكي والاختبارات من نوع المقالي والإجابة المختصرة والإجابة برفع ملف. هذا اللي هو القواعد أو اللي هي بسموها الروبريكس الموجودة في النظام. واضح يا أخوان؟ بالنسبة لربط القواعد هذه أو إنشاء القاعدة وربطها مع الواجبات وبعض أنواع الأسئلة اللي هي زي المقالي والإجابة المختصرة والإجابة برفع ملف. واضح؟ واضح. طيب ممتاز. باشمهندس اسامه بعد اذنك تفضل. كنا عاوزين تقول لنا بس لو احنا عندنا باوربوينت برزنتيشن ازاي بنقيمها، لان احنا عندنا اوريدي للطلبه في باوربوينت برزنتيشنز فعلا. والله هذه يعني اذا الدكتور عمرو تمام ممكن يعني يفيدنا بهذا الموضوع. البرزنتيشن اتوقع يعني انه الطالب يعطيك برزنتيشن او يرسل لك برزنتيشن. هم فود جروب وكل واحد مثلا واخد جزء من الباوربوينت بيتكلم عليها. ف هل هتبقى زي تقييم مجموعات عادي؟ يعني يعني في اليه او في نوعيه من التقييم موجود
نعم. تحت مسمى برزنتيشن مثلا، اختبارها ازاي؟ هل في حاجه زي كده بحيث انه يظهر عندي في جدول التقديرات، بحيث ان انا اقيمه في جدول التقديرات واعمل لها روبريكس؟ انا ممكن اخلي بالك البرزنتيشن ده احطه في قصه الروبريكس على فكره. ممتاز. زي ما دكتور يعني قصدك انه الطالب يرفع باوربوينت للعضو هيئه التدريس؟ بالضبط كده، بالضبط فعلا. بالضبط، هو هيرفعه وفي نفس الوقت هو هيشرحه او هيتكلم فيه قصاد الاودينس، الناس الحضور معانا في السيشن، الباشمهندس اسامه، تمام؟ وفي نفس الوقت هو انا شايف البرزنتيشن بتاعه، وفي نفس الوقت انا بقيمه اكوردنج تو قواعد التقدير الروبريكس اللي حضرتك يعني قلتها، اتفضلت حضرتك قلتها دلوقتي. فدي اعتقد تبقى فكره كويسه. ممتاز. فاذا هو ممكن عن طريق الواجبات دكتور، ممكن انا عن طريق اداه الواجبات لازم الطالب يرفق اللي هو البرزنتيشن، ويكون في مرتبط هذا الواجب في قواعد التقدير او اللي هي الروبريكس، يعني المدرس بحدد ايش هي المعايير اللي لازم اقيم بناء عليها هذا البرزنتيشن للطالب. في حاجه كمان يا باشمهندس اسامه لازم حضرتك عليها والزملاء معانا، ان التقييم لازم يتسجل، لازم يتسجل، سواء السيشن دي اورال برزنتيشن او برزنتيشن. الحاجات اللي هتبقى فيها شغل من الطلاب دايركت كده وانا بقيم بناء على الشغل ده، مهم جدا ان السيشن ده يتسجل، نسجل الجلسه. ممتاز. نعم نعم. تسجيل طبعا اللي هو التسجيل، في حدا عنده مشكله في تسجيل الجلسات؟ السلام عليكم. السلام. صراحة هو ما فيش مشكلة في التسجيل، يعني ازاي نسجل start recording وهكذا، لكن المشكلة عند الطالبات، يعني في بعض الطالبات ما يحبوش ان هم يسجل صوتهم، مش عارف ازاي نحل الموضوع دوت. لو حضرتك تفهم او دكتور عمرو، يعني في بعض الطالبات ما يحبوش ان هم يسجلوا، ازاي احنا نعمل الكلام دوت؟ ولازم طبعا ان احنا نستأذن الاول قبل ما نسجل، نقول للبنات ان احنا هنسجل الجلسة. دكتورة مع بعد اذنك، موضوع ان احنا نستأذن نسجل الجلسة او ما نستأذنش، احنا الطلاب بيطلبوا مننا نسجل الجلسة عشان تبقى متاحة ليهم في اي وقت يقدروا يرجعوا، ازاي؟ فده دي ميزة مش عيب على فكرة. لا عذرا، هو انا لما بقول لهم ان الجلسه مسجله، في ساعات طالبات بيكونوا مشاركين بالمايك، اول ما يعرفوا ان انا بدات التسجيل فخلاص يعني بيقفلوا المايك ويكتبوا على التشات. دي في المحاضره اوريدي ما فيش مشكله، لكن بقى لما هم يعملوا برزنتيشن، يعني ازاي هيعملوه؟ في بعض الطالبات عندهم مشاكل ان انا اسجل صوتهم، يعني انا ما اعرفش احل الموضوع ده. تساعدينا حضرتك في توصيل إن تسجيل صوتك في على الاقل السيشن اللي فيه تقييم ده حفظ لحقوقها هي، عشان لو هي عندها كومنت على درجه معينه او كومنت على حاجه معينه، يبقى في بروف على الكلام بتاعها، على تقييمها، على ادائها. فمعلش حضرتك هتتعبي معاهم شويه ان انت توصل لهم الفكر ده، وتوصل لهم ان ده حاجات رسميه ومحدش بيطلع عليها، يعني الوحيد او اللي ممكن يطلع عليهم هم طلاب، تمام؟ باشمهندس اسامه، في امكانيه ان احنا ما نسمحش للطلاب انهم يعملوا داونلود للكلام ده، يعني يطلعوا بس بدون داونلود؟ بدون داونلود ليش؟ للجلسه؟ للسيشن نفسه اللي اتعمل. طبعا طبعا عضو هيئه التدريس طبعا. شوف معلش خليكم معي هنا اخوان، انا لما اعمل اي جلسه، لما بدي اعمل اي جلسه هنا لو سمحت باشمهندس اسامه، كنت عايز اسال الدكتور عمرو سؤال لو سمحت. طيب بس لحظه شويه، خليني بس يعني اوضح النقطه هذه، اللي هي لما انا اعمل انشاء جلسه، هذه انشاء جلسه، في تحت وانا بنشئ في الجلسه في اعدادات الجلسه، اعدادات الجلسه لما اضغط عليها في هون السماح بتنزيل التسجيلات، هذه اذا ضغطت عليها انا هون في هذه الحاله الوحيده فقط انا بسمح بعمليه تنزيل
للتسجيل، انزله كفيديو يعني على الجهاز الكمبيوتر. لكن اذا ما سمحت بهذا الخيار وعملت حفظ، بالتالي لن يكون هناك امكانيه لتنزيل اي تسجيل من التسجيلات اللي بتتم في طبعا في اي محاضره من المحاضرات. دكتور أسامة السلام عليكم، بعد إذن حضرتك، بالنسبة لموضوع البرزنتيشن برضو، أنا كان عندي مشكلة إن الطالبة كانت عاملة البرزنتيشن وبعتها لي، وكان المفروض إن هي هتشرح عليها حاجات. المشكلة إن هي لما جت تعرض قالت لي أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أعرض من الانترفيس بتاعي، فاضطريت إن أنا أخذ منها البرزنتيشن وأنا أعرضها على الشاشة من عندي وهي تعلق عليها. فهل يا ترى في اختيار من عند الطالبات انهم ممكن هم يعرضوا البرزنتيشن من عندهم، ولا لازم ان هم بيبعتوها لي وانا كادمنستريتور انا اللي بعرضها من عندي؟ وشكرا. لا، في خيار دكتور. طب ممكن حضرتك توريهوني عشان اوريه لهم بس بعد اذنك؟ طيب، لا هو انت اللي لازم تعمليه يا دكتوره. الخيار انه انت لما تيجي هنا، لما تيجي تعمل الجلسه بسالك. ايوه. دور الحاضر الافتراضي، لما تضغط عليها في عندك ثلاث خيارات، إما مشارك وإما مقدم وإما منسق. أيوة. المشارك اللي هو اللي أنتوا دائماً بتعطوه للطلاب، وهو أقل صلاحية للطالب، ما بيكون في عنده صلاحية إنه يعرض من عنده برزنتيشن، ولا في عنده صلاحية يعمل حتى الصوت، ما بإمكان في عنده إلا إذا سمح له مين؟ منسق الجلسة. المنسق اللي هو المدرس او عضو هيئه التدريس. فانا ممكن اعطيه ايش خيار، او لما اعمل جلسه بختار دور الحاضر الافتراضي مقدم للجلسات اللي تتطلب انه الطالب راح يعرض باوربوينت في الجلسه. لما اعمل هذا الخيار، في هذه الحاله الطالب بيكون عنده صلاحيه انه يرفع او يقدم اللي هو البرزنتيشن، ويعمل له عرض من عنده، مش من ما يطلب من المنسق او من المدرس. اوكي، شكرا يا دكتور. ميرسي، شكرا. اهلا باشمهندس. حضرتك كده اديت الصلاحيه دي لكل الموجودين في السيشن، مش كده؟ يعني كل الطلاب. نعم، لكل الطلاب. طب افرض انا عايز احدد الاثنين ثلاثه اللي هيعملوا برزنتيشن بس، مش عايز كل الطلاب. بصير طبعا ده يصير. بصير. يعني انا الان في احنا الجلسه اللي شغالة حاليا مع بعض احنا. تمام. الان انا باجي بختار مثلا الدكتور عمرو تمام، بعمل له في عندي هنا ثلاث نقاط جنب الاسم. على اليسار في ثلاث نقاط، بضغط عليها اللي هي خيارات، وبعمل تعيين كايش؟ كمقدم. مقدم. ايوه كويس. ايوه، فصار وين الان؟ صار موجود في خانه ايش؟ في خانه المقدم. ظهر عندك الان صلاحيه يا دكتور. ظهر عندي كمان السهم اللي بنرفع منه البرزنتيشن. ايوه، معلش، جاي منين يا دكتور؟ جاي منين المقدم ده؟ حضرتك اخترته منين؟ دكتوره شفتي انا عندي، شايفين الشاشه هذه اللي هي فيها الاسماء؟ ايوه، هذه الاسماء مظبوط. بختار الطالب او اللي بده يعمل العرض اللي عنده البرزنتيشن، وفي ثلاث نقاط بجنبه. تمام. بضغط على الخيارات هاي، وفي عندي تعيين كمنسق، تعيين كمقدم، او ازاله من الجلسه اذا حبيت انك تطرده من الجلسه، او ارسال رساله محادثه. فبعطي تعيين كمقدم. تعيين كمقدم، بصير في عنده صلاحيه لهذا الطالب بالخصوص يعني. شكرا باشمهندس، شكرا لحضرتك. باشمهندس معلش، دكتور عمرو كان قال بالنسبه للباوربوينت برزنتيشن ان طبعا في درجات، وطبعا دلوقتي الطالبات كلهم على علم ان كل الدرجات يا ناجح يا راسب، فدي بتخليهم ممكن جدا يتقدموا بس بالعرض ومحدش يشارك على انهم عارفين كلهم يا ناجحين يا ناجح يا راسب. فايه حلها دي؟ تفضل دكتور عمرو. هاي دكتورة هبه، سؤالك في محله بس. طبعا احنا لغايه دلوقتي القرار اللي الجامعه خدته فعلا ناجح راسب، بس في نفس الوقت كل اعضاء هيئه التدريس هيحتفظوا بدرجات الطلاب على الاكتيفيتيز، على كل شيء، على الاختبارات اللي اتعملت، على كل حاجه هتبقى موجوده عندنا. احنا آلية الرصد هتبقى
باس اور فيلد كآلية رصد تمام؟ ايوه تمام لكن تمام. لكن في نفس الوقت طبعا. في نفس الوقت درجات انا في التدريس بقى ان الطالب مش مهتم بالحته ان هو هيبقى جاست ان هو ناجح راسب ومش مش فارق معاه الدرجه ولا التقدير القصه دي محدش عارف اللي جاي شكله ايه انا ما يعني حدش عارف اللي جاي شكله ايه بس لكن حاليا في الوقت الحالي الاليه ان 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 احنا هنقيم طلابنا ونحتفظ بالدرجات بتاعهم عندنا تمام قالوا اللي خلاص ناجح راسب ناجح راسب يعني هل الدنيا هتتغير بعد كده احنا يعني كل شويه الوضع مختلف في الوضع فمنتظرين احنا نشوف النهايه ايه معاهم بس لغايه دلوقتي احنا ناجح راسب. طب ساعتك قلت ان في كونتينوس اسسمنت اللي هو في خلال شهر شعبان وفي بعد كده نعم. هيبقى في حاجه مختلفه ايه الفرق نعم بين الاثنين يعني طيب. ايه الفرق بين مهم جدا دي مهمه جدا معلش يا باشمهندس اسامه احنا خدنا من وقت بس احنا خلصنا الجلسه دكتور ما في مشكله طبعا. توضيح للزملاء بما انهم موجودين معنا دلوقتي طبعا. فرصه كويسه يعني عندنا اليتين للتقويم التقويم المستمر او التقويم البنائي وده تقويم يعوض لنا بعض الاليات التقييم اللي ما حصلتش زي الميد تيرم اكزام او البريوتيك اكزام نمبر 2 تمام فقلنا ال 60 درجه عشان ننتهي من ال 60 درجه فعندنا اليات التقويم المختلفه اللي عند حضراتكم اللي احنا ذكرناها دلوقتي كويس جه بعد المختبرات معلش ساعتك حضرتك قلت لنا ان هي في اوبن بوك اكزام وفيه اللي هو الهوم ورك اللي ممكن اساينمنت اللي هو الباوربوينت ايوه فندم ايوه فندم هم دول حضرتك طيب. يعني خاصه للصحيه دي الاليات اللي الجامعه اعتمدتها كاليات للتقويم المستمر ماشي الحال طيب تمام. احنا خلاص انتهينا من لغايه نهايه شعبان والمفترض ان مع اول اسبوع في رمضان تبدا المفروض توقيتات الاختبار النهائي الفاينل اكزام استمر فتره التعليق على هذا المنوال ايه اللي هيحصل هيتم التقييم هيتم التقويم اسمه التقويم النهائي تقويم النهائي التقويم وليس الاختبار التقويم تمام طيب هنقوم الطلاب ازاي في الفتره اللي هو وهنعتبرها ان هم ال 40 درجه التقويم الفاينل بنفس الثمان اساليب اللي احنا اعتمدناهم كجامعه يعني ايه الكلام ده يعني ما كنت طالبه من الطالبه جزء تقدمه وحاسبها عليه من ضمن ال 60 درجه واطلب منها جزء جديد احاسبها عليه من ال 40 درجه يعني ممكن اعيد ممكن اعيد بعض الاساليب اللي انا استخدمتها في الكونتينوس ايفالويشن ان انا اخدها في الفاينل اللي هو او التقويم النهائي اختبار حضرتك ازاي يعني ال 40 درجه اللي هيتبقوا لو في اختبارات رحنا للاختبارات مفيش اختبارات يبقى هستخدم نفس الاساليب دول خلال الاسبوعين بترتيب وتنسيق كلية مع أعضاء التدريس على آليات التقويم لأن ما ينفعش الطالب يبقى في يوم واحد عنده 3-4 مقررات بيقارن فيهم أنت بقى لحضرتك إزاي؟ تحت أي أسلوب سواء برزنتيشن سواء اديته مثلا تيك هوم إكزام اختبار أوبن بوك فلازم هيبقى بالتنسيق مع الكلية وممكن يتحط كجدول توزيع جدول الاختبارات للمقررات دي ان كل ماده تاخد لها يومين مثلا خدت بال حضرتك ازاي وخلال اليومين يقيم الطالب او كل ماده يبقى لها يوم على مدار اليوم كامل من الصبح لغايه بالليل الطالب ممكن يتقيم في الماده دي اكتر من مره في اليوم الواحد مره في شكل برزنتيشن مره في شكل تيك هوم اكزام على مدار ساعتين ثلاثه يحل التاسك ده ويسلمه لحضرتك على البلاك بورد او اوبن بوك اكزام او مشروع يسلمه او 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 خدت بال حضرتك ازاي فلغايه دلوقتي معلش منتظرين ال 40 درجه دول مصيرهم ايه بس مفترض ان حضراتكم في الكليات رفعتوا خطه التقويم بتاع كل مقرر البنائي والفاينل احنا بالفعل رفعنا سعادتك رفعناها في الجامعه بس هو اللي انا المقصود يعني دلوقتي احنا يعني معنى كده ان احنا خلال شهر شعبان اثناء ما بنبدا المحاضرات هنعمل اللي هو كونتينوس اسسمنت كونتينوس طبعا ورمضان يفترض ان انا خلصت الكونتينوس ايفالويشن
صحيح صحيح يا دكتور. طيب دلوقتي الطالبات يعني لحد الان ما فيش تعميم ان هو ممكن هيرجعوا وربنا ييسر الظروف، لو البنات انتهت المحاضرات ايه يعني ايه اللي في ايدنا ان احنا ممكن نقدر نخليهم يتواصلوا معانا بعد انتهاء المحاضرات قبل نهايه المحاضرات وقبل نهايه شعبان وبالكتير اول قادم كل الرؤيه تتضح وهيكون في قرار جاي معمم على الجامعات كلها، ويا اما بالغاء الاختبارات الفاينل كالغاء يا اما اجراءها في موعدها لسه ما حدش عارف، لكن ان احنا هنبقى مستمرين في التواصل مع طلابنا ولا لا تاكدي ان قبل نهايه شعبان كل شيء واضح وجميع. يعني بارك الله في حضرتك. في سؤال اخير معلش انا هقطع سعادتك، احنا دلوقتي عندنا في مواد في الكليه عندنا ثيوريتيكال براكتيكال سبجكت، في جزء البراكتيكال مؤجل وده عليه 40 درجه، في جزء منهم اوريدي فينيشد والجزء متبقي، فبالتالي هو عندنا حوالي 60 درجه اوريدي انهي منها حوالي 10 درجات اللي هو الفيرست كويز، فباقي منها 50، فهتتقسم ال 50 ما بين البنائي والنهائي برضو بنفس الطريقه سعادتك؟ الحاجات بتقول ال 60 درجه دول مفترض ان ال 60 درجه دول ده هو كل نظري، لان حضرتك المواد اللي زي كده هترصد اي سي لحد استكمالها في بدايه العام القادم ان شاء الله. بالظبط المقررات دكتوره اللي مش اللي فيها العملي اللي فيها براكتيكال او اللي فيها السريري دول يفترض ان دول هياخدوا اي سي لانك مش هتقدري ايفالويشن بتاعها. مظبوط كده؟ ايوه من تمام يا دكتور، بس انا نقصد الجزء النظري برضه هيتقسم على النظري خلصيه في التقويم سواء في التقويم البنائي او تقويم الفاينل النهائي ده اللي بس يعني ما ده اللي انا اقصده يعني ده أيوة احنا باختيار يعني بإرادة الكليه ممكن تقسمهم على جزئين بنائي ونهائي ولا ممكن تخلصهم كلهم بنائي؟ لا لا يا دكتوره لا لا لا، في عندنا نوعين من التقويم، تقويم البنائي اللي هو ال 60 درجة بتوع الأعمال الفصلية تمام، وال 40 الفاينل، ال 40 الفاينل دول فيهم جزء عملي ومش هتقدري تقيميه فيبقى أي سي. طب ال 10 درجات النظري 40 درجة، طب ال 10 درجات أعملهم إمتى؟ لما يجي موعد التقويم النهائي قيم ال 10 درجات. ما ده اللي نقصده، احنا عندنا الماده النظر عامل سعادتك عليها 60 ده يعني تقويم اختبارات نهائيه وكمان فصلين يعني 60 درجة، فبالتالي ضمنها الجزء اللي هو الاختبار النهائي اللي هو مفروض بتاخد نهائي ده حضرتك في شهر رمضان. ما بقول لسعادتك أي تقويم نهائي سواء نظري لا أيوة. لا سواء نظري ما دام في نظري حضرتك قيمي الجزء النظري لو تقدر الجزء أيوة العملي أو الجزء أيوة خلاص العمل اللي هنا منها سعادتك الجزء النظري هي بقى 50 درجة ال 40 النهائي دول في 10 درجات على كنا بنعمل فاينل اكزام اختبار نهائي نقيمهم باي اسلوب من الاساليب الموجوده دي. لا معلش مش واصله، هو دلوقتي حضرتك كان عندنا مثلا في الماده النظر عامل كان الامتحان النهائي كان من 30 وكان النظري من 30 وكان حضرتك عندنا اعمال فصليه 10 كويز 20 ميد، فاللي انا اقصد 60 كلها معك فيه. المبدا احنا بنتكلم في مبدا، ايه المبدا؟ المواد سواء النظريه او العمليه اللي لها جزء بختبرها في النهائي عملي ونظري، فالنظري هيجي في فتره رمضان امتحنها باي شكل من الاشكال والعملي يتاجل. الجزء النظري اللي هو الترم او الكويزات او الكلام اللي كنا بنعمله اثناء السنه دي فدي هتستبدل بالاليات اللي احنا قلنا عليها. تمام تمام. طب الفاينل هيبقى عندي اختبار نهائي؟ لا مش هيبقى عندي اختبار نهائي لغايه دلوقتي، هيبقى بنفس التقويم خلاص بنفس اساليب التقويم، ولكن توقيتها امتى دكتوره؟ امتى توقيتها؟ لما تبدا فتره التقويم النهائي. خلاص وضحت، بارك الله في حضرتك دكتور عمرو. شكرا جزيلا، معلش اسف يا باشمهندس اسامه ان انا اخذت الوقت، معلش معذره. شكرا لحضراتكم وشكرا لحضرتك استاذ عمرو. انا عندي سؤال استاذ عمرو، عندي سؤال في مشروع التخرج. احنا بندرس فيه مشروع التخرج عملي ولازم نخلصه الان، هل كمان نعمله اي سي ولا يكون